كل الاسئله للناس الموجودين داخل جلسه الزوم او المتابعين عبر مجموعه الباحثين السودانيين، لانه الجلسه دي يتم بثها عبر مجموعه الباحثين السودانيين. نرحب باي زول داري ينضم لنا من المجموعه او من خارجها. المعلومات بتاعت الانضمام موجوده ومتاحه عبر الفيسبوك، وكذلك لو الناس حابه انها تتابع عبر الفيسبوك برضو مرحب بهم. فنتفضل الدكاتره يلا البرزنتيشن. شكرا جزيلا دكتور عمر، السلام عليكم جميعا. ان شاء الله حنكون زي ما قال دكتور انور، دي الجلسه الثانيه في جلسات التعليم الطبي عبر مبادره المهن الصحيه الباحثين السودانيين. المره فاتت كانت تحدثنا عن الميديكال اديوكيشن ان جنرال في 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 اثناء كوفيد 19. المره دي باذن الله حنتكلم عن اداره التغيير في التعليم الطبي وتعليم المهن الصحيه. حنركز على التشينج اللي يفترض يحصل ديورينج كوفيد 19، وحنركز الى حد كبير على الكونتكست بتاع البلد في السودان ان شاء الله سبحانه. قبل ما نواصل، انور شايف في بعض الناس معلقين ما في صوت. الصوت كويس في الغالب، الصوت من عنده وممكن يكون فيه مشكله. فلو في زول واجهته مشكله في الصوت ممكن يطلع برا الجلسه ويجي راجع بنفس العنوان بتاع الدخول يعني. طيب ال next slide محمد. outlines هنتحدث في اربع محاور. بس الصوت كده وقف، ما جاي من عندك صوت يا دكتور. زي العامل ميوت لنفسه يا دكتور انور. دكتور محمد ميوت. دكتور محمد ميوت. دكتور محمد ميوت. ايوه عامل ميوت للصوت يا دكتور. الان رجع. ايوه طيب دقائق بس، انا لانه خلينا اعمل ميوت للجميع وافكك انت من الميوت. انت محمد يو هاف تو ابجريد مي للبانلست اي ثينك. لا ما بحتاج. انت الصوت فجاه حصل حاجه خلاه ميوت من عندك، لكن ممكن تواصل لسي طوال خير ان شاء الله. فالويبينار حيكون على اربع محاور، هي تشينج مانجمنت ان جنرال، ليفلز اوف بروسيس ديفينيشنز، نتكلم عن الاورجنايزيشنال تشينج، وحنتكلم عن الاستراتيجيز والريسبونسز تشينج بالتركيز على الكونتكست في السودان ان شاء الله. وبرضه في الاخر we are going to talk about some of the change models that people can use and follow to achieve the outcome of the change. بالنسبه للفيرست محور change management، محمد حسن is going to talk about it. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بدءاً قبل ما نبدأ كلامنا عن change management أو إدارة التغيير، هي السلايد هي موجودة بالإنجليزي، لكن إحنا بالتشوز حنتكلم بالإنجليزي والعربي مع بعض. لكن زي ما شايفين في السلايد، الحاجة الوحيدة الثابتة في الحياة هي التغيير. يعني nothing is constant in life غير التغيير. وقدرة كل واحد فينا عشان يتبنى أو يتبع أساليب تغيير فاعلة بتحدد نجاحاتنا في الحياة، سواء كانت النجاحات على المستويات الشخصية أو على مستويات الكلية اللي احنا شغالين فيها، أو على مستويات المجتمع. فالتغيير بيحتاج لإرادة وبيحتاج لإدارة. نحن الآن اليوم بصدد الكلام عن إدارة التغيير، change management. والchange زي ما عارفين هو على مستويات، ممكن يكون على مستوى الكليات، أو قبل الكليات ممكن يكون على مستوى الكورسات، ثم على مستوى الكليات intermediate level، أو
على ليفل اعلى على مستوى الجامعات او الـ او الـ او الـ او الهاير اوثوريتيز في التعليم العالي. ف كل واحد فينا عنده دور في التغيير وعنده دور في اداره التغيير في التشينج مانجمنت. نحن الان اذا تخيلنا انه نحن في الوضع الراهن للكرنت ستيتس وعندنا اوتكم في النهايه عايزين نصل له. الان الكرنت ستيتس زي ما عارفين يمكن في جائحه كورونا تغيرات حصلت كثيره جدا زي ما كان تكلمنا عنها في الويبينار الاول. عشان نصل للاوتكم استمرار العمليه التعليميه وعدم الانقطاع وعشان نصل لواضعين في الاختبار برضو مخرجات الخريجين او كومبتنسز كفايات في النهايه فلا بد انه احنا نبذل جهد او ندير تغيير عشان نضمن استمراريه العمليه التعليميه. من الحاله ان احنا من الكرنت ستيتس تو ذا اوت كامز لا بد من توافر بروسيس تولز وسائل واليات وتقنيات that will help us to manage the people side of the change. يعني عشان تساعدنا في انه نغير ندير العمليه التعليميه ندير من حوالينا لا بد من 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 اتباع الوسائل والاليات. الوسائل والاليات تشمل عده تولز منها الكوميونيكيشن سكيلز منها ليدرشيب سكيلز مهارات في القياده منها مهارات في اداره التغيير نفسه ومنها مهارات مرتبطه بانه احنا نعرف شنو التغيرات وشنو العوامل الممكن تاثر اما ايجابا او سلبا في اداره التغيير في التشينج مانجمنت. طبعا دي كلها مع بعض بتقودنا للتعريف بتاع التشينج مانجمنت اللي هو يعني the collective term of all approaches to prepare, support and help individual teams and organization to make the organizational change. كلها مع بعض مجتمعة هي المسألة المعنية بإدارة التغيير. بالتالي هي بتتطلب معرفة، بتتطلب مهارة، بتتطلب مرونة، بتتطلب دراسة كاملة للوضع الراهن على أساس إنه نصل لمبتغانا. الكرنت ستيتس إنه في cessation of teaching and learning of medical schools in Sudan. يعني of medical and health professional school في السودان. توقف وزي ما قلنا التوقف استمر لفترة طويلة من الزمن. الأوت كمان إحنا حابين نصل له إنه استمرار العملية التعليمية دون توقف بجودة تضمن تحقق نواتج التعلم learning outcome وتضمن رفض النظام الصحي بأطباء وكوادر أخرى في التمريض والصيدلة والأسنان على أساس إنه تكونتريبيوت لتقديم الخدمة الموجودة. عشان نصل للحاجة دي إحنا بنحتاج مع بعض نناقش إدارة التغيير أو التشينج مانجمنت. تفضل محمد. Next slide. شكرا محمد. لما نيجي نتكلم على التغيير اللي احنا بننشده الان في اثناء كوفيد 19 عندي شغل تغيير عنده انواع ممكن يكون التغيير يعني مرتبط باوتكم محدد او اوتكم معين ممكن يكون التغيير مرتبط باوتكمز كثيره متشعبه وفي الحاله دي بنسميه organizational change أو التغيير في المؤسسة. وإن إحنا عاوزين نعمله الآن أو بنتكلم عنه عشان نقدر نواصل العملية التعليمية في post COVID 19 pandemic هو organizational change لأنه إحنا ما حنغير only في الكونتنت اللي كنا بندرسه إنما ده بيطلب مننا إننا نفكر في الاستراتيجيات اللي كنا بندرس بها تكون عاوز تغيير البروسيسز التكنولوجيا شغالين بها واهم من كل البوليسيز لانه البوليسيز اللي كانت موضوعه عندنا في الكليات في الجامعات earlier may not fit
الاوت كمان نحن عاوزين فينا نواصل العمليه التعليميه في ظل التباعد الاجتماعي والكوفيد 19. الايديه انه احنا وي نيد تو ثينك اباوت التشينج اون ا هوليستيك ابروتش. والله ما انه والله نحن عندنا محاضره كنا بندرسها في الكلاس عاوزين نحولها للاونلاين, او ما انه عندنا كورس والله في 5 محاضرات في 1 ويك حيجي طلاب بالجامعة, لا عاوزين نحولها لأنه ندرسها عن طريق محاضرات نسجلها لهم باليوتيوب, لا it's not like that. If we think like that حنقوم نغير جزء بسيط جدا جدا نواجه later on بأنه في بعض الأشياء is not changed, cannot be, cannot fit with the, with the, with the new change. محمد Next slide. Yes. Right. But before we do the change itself, we need to understand, ونفهم, what are the barriers to change. من الأشياء اللي بتخلي ال change تعمل له موانع. الهدف من 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 إننا نعرف الموانع دي نتفاداها زي ما قلت. دكتور انور معلش ايوه دكتور محمد ميوتد اوكي طيب رايت ناو ام نوت ميوتد. من المهم جدا نعرف شنو الباريرز. من الباريرز ان احنا جبناها دي هي جات نتائج لبحث كثير عملوه بعض الناس المختصين في التشينج مانجمنت وعددوا عدد من الموانع. اولا الكومبيتينج ريسورسز, انه التنافس على الريسورسز, ودي هتكون مهمه جدا الان لانه كل الناس الان اذا رجعنا للكونتكست بتاعنا كل الناس عاوزه تعمل التشينج ات ذا سيم تايم, فهيكون في كومبيت على الريسورسز, هيكون في منافسه. يبقى instead of competing resources we need to think about collaboration in the resources. اذا كل واحد فينا في كليته في جامعته قال نفسي we will not succeed, لأنه إحنا الآن بنتكلم عن شيء مؤثر على الأمة كلها على البلد ككل. ف we need to think in a different way, we need to think collaboratively. الحاجة الثانية هي functional barriers أو functional boundaries. مرات إحنا بنخلق لنفسنا boundaries ما موجودة, إنه والله we need to have approval of X before we continue. إذا X بقى ما موجود معناها خلاص الأشياء ما بتمشي. أو we need to have an approval of المجلس الفلاني. فدي بعض من الأشياء المرات بتعطل ال change. زي ما قال محمد change itself is a process needs to have the skills to do it. Otherwise you cannot do it. يعني لما نتكلم عن change management هي عبارة عن إدارة بشر. You know, how can they collaborate with each other to make the outcome possible? So you need to know how to deal with the عملية ككل. من البارييرز دائما هي الميدل مانجمنت. يعني الناس اللي هم في النص, لا هم البوسز ولا هم المنفذين. اللي هم بكونوا لا قادرين ياخذوا القرار ولا في نفس الوقت قادرين يعني يعمل الشغل بنفسهم. ديل يا جماعة على حسب الأورجانيزيشن اللي شغالين فيها لازم نعرفهم هم منو, مش بيرسونز لكن كبوزيشنز, ولازم نعرف كيف نتعامل معاهم بصورة بروبر قبل ما نمشي على التشينج اللي عاوزين نعمله. نكست سلايد محمد. One of the most important barrier to change هو lack of communication. يعني لما يكون مثلا اذا افترضنا العميل هو عارف في قرارة نفسه شنو اللي عاوز يعمل, لكن he or she couldn't communicate this idea well to the faculty members or the students, هم ما حيكونوا ماشيين معك لانه ما فاهمين شنو الموجود في عقلك. الموضوع ده سواء كان على مستوى العميل على مستوى المنسق الكورس او المنسق السنه لازم يكون في كوميونيكيشن لل ideas اللي احنا عاوزين نعملها. ريزيستنس, وزي ما احنا بنقول في الكلتشر
الإنسان عدو ما يجهل، يعني أي change هو ذهاب للمجهول. فنحن دائما بنحب أن نكون في الكومفورت زون بتاعنا، بنحب نكون في ما نعرف، عشان كده مرات كثيرة we are يعني opposing a change. نمرة سبعة والحاجة القبل الأخيرة اللي بنسميها الانيشيتيف فتيج. مرات كثيرة بيكون نحن والله يا جماعة عاوزين نغير الطريقة بتاعت التدريس حقتنا عشان تفيد مع الكوفيد 19، بنلقى إنه جاتنا مليون فكرة at the same time. Those مليون فكرة at the same time will end up by doing nothing. لأنه كل واحد فينا حيدعب في إنه يفكر في إنه which one is the best one، which one اللي هي ممكن تكون الـ الأحسن. ولما أنا أجيب فكرة وما تمشي وأجيب الثانية وما تمشي والثالثة وما تمشي، ما حمشي للرابعة. عشان كده لازم أكون رياليستيك في 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 الـ في الأيديز بتاعتي، ولازم أكون رياليستيك في التايم تيبلز أنا حاخدها للتشينج. يعني ما ممكن مثلا نجي نقعد نحن ككلية أو ككورس نقول والله إحنا we are going to implement الأشياء دي بكرة ونحن ما عندنا الريسورسز ليها. إذا عندنا الريسورسز وعندنا السكيلز وعندنا الكاباسيتي اللي بتخلينا نقول بكرة، يبقى هو رياليستيك حتى لو كانت less than 24 hours. لكن لو ما عندنا يبقى لازم نكون رياليستيك. والأنرياليستيك does not mean a narrow time frame، حتى كمان ال very wide time frame. يعني ما نقول خلاص يا جماعة إحنا عاوزين نعمل، لكن خلونا نبدأ من شهر 5 سنة 2021، يبقى إحنا كلنا وريونك تو ريلاكس لحد ما يجي شهر 1 أو شهر 2 2021 حتى نبدأ نشتغل ونلقى نفسنا في في. For those 8 points in change management we have to consider them a lot. Next. واحدة من أهم الحاجات لأن عندها علاقة بالpeople هي resistance. لازم تعرف إنه والله resistance is normal in change. Yeah, don't expect you know whatever you will say people will say yes معك. حتى لو قالوا yes sometimes تلقى هم جوان في قرارات نفسهم ما مقتنعين. فأنت لازم تقتنع إنه resistance هو normal reaction. والreaction ده بيطلب منك بعض الأفعال في إنك to avoid this resistance. Next slide محمد. عشان تقلل الريزيستنس from the beginning you as a change agent you need تعرف الفورسز اللي بتأثر على التشينج بتاعك. الفورسز دي منقسمة لاثنين، supporting forces اللي هما دي الفورسز اللي ممكن to push you towards the outcome، والopposing forces اللي ممكن to push you towards the status quo بتاعتك اللي انت موجود فيها. For example إذا كنا بنتكلم عن supporting forces في situation اللي احنا فيه، ممكن تقول supporting forces هي the students themselves والله لأنهم عاوزين يرجعوا للدراسة بتاعتهم. ممكن يكون supporting forces هو health system لأنه محتاج لل students يطلعوا أو at least يتعلموا. opposing factors ممكن تكون ال IT support، مش لأنه هم ما عاوزينك تشتغل لكن maybe لأنهم they don't have the capacity to accommodate كل change المحتاجين له. ممكن يكون الفاكولتي ممبرز نفسهم، في بعض الفاكولتي ممبرز قد يكونوا حاسين والله this is very difficult to be done so they are going to oppose you. Again زي ما تكلمنا في الاول في البريرز، انت لو عرفتها بدري you are going to overcome it. Also to define the forces which will support you or the forces which can oppose you earlier will help you very much in achieving the change management that you want to do in order to have your outcome. ودينا يا جماعه ترجعني للسلايد اللي قاله محمد قبل، انه change management does not mean the outcome. Yes. It هي البروسيسز التكنولوجيز اللي انت بتعملها مع البيبل اللي حوالينك، مع الناس اللي معاك، عشان كلكم مع بعض توصلوا للاوتكم. ودي مهمه لانه مرات كثير الناس بتفتكر انه التشينج هو الاوتكم. الاوتكم ممكن يجي بالصدفه، ممكن يجي بفعل انت ما قصده. في الحالة دي ما بيكون sustainable. لكن لما يكون عندك استراتيجي معينة to manage the people اللي هم معك then you can reach the outcome اللي انت عاوزه أو حتى أقل منه شيء أو حتى أعلى منه، لكن you will maintain the sustainability. Next slide محمد. فمن أهم الأشياء في resistance management هي the involvement of people.
the more involvement of people with a major transformation happened, this will reduce the resistance. Like, for example, if you have high involvement of people, لكن there is no transformation. يعني انت بتجي بتتكلم مع الناس تشرح لهم بتوريهم ما خدهم معاك في زي ما يقولوا on board. لكن لا يوجد outcome. يعني بالعربي نسمع جعجعة والله نرى طحينة. بيكون في كايوس. بيكون الناس ما واثقة في نفسها حتى. احنا بنتكلم لكن ما بنعمل حاجة. أو ممكن يكون في low level of involvement. Like والله you inform people, you consult them. لكن at the same time انت كليدر قادر تحقق some of the transformation towards the outcome. هنا ده بيكون كيس مقبول. أو the best thing إن يكون عندك high level of involvement of people and major transformation. يبقى هنا انت وصلت للmajor roadblocks. والmajor roadblocks بنقصد بيها إنه الناس اللي شغالين معك هم بعد ده بيبقوا الroadblocks للchange. بعد ده هم اللي بيدافعوا عن الفكرة حتى لو انت ما موجود. ودي هنا بتضمن بس sustainability. But change management is not about the outcome, it's about managing people to have the outcome. Next slide, Mohamed. وعشان يكون عندنا change كويس, يكون عندنا to avoid the resistance, we have يكون عندنا sense of resilience, تحمل. لازم نتحمل بعض. لازم نتحمل الآراء الممكن نحس إنها غريبة. ممكن لازم نتحمل الإحباط اللي بيجينا من انه والله الاشياء قد ما تمشي بنفس الطريقه اللي احنا عاوزينها. لازم نتحمل الاحباط اللي بيجينا من ناس ما نوت ابريشيت ان احنا بنعمل فيه. لكن في الاخر نحن فروم ذا بيجينينج حددنا انه عندنا اوت كم عاوزين نوصل له. وعشان نوصل الاوت كم بتاعنا ده لازم نعرف انه والله الطريق از نوت ذات يعني فيري معبد, انما الطريق از فيري بامبي وفيه كميه من المشاكل. بعد ده هنتكلم عن الاستراتيجيز للتشين, محمد هيتكلم عنها ان شاء الله. طيب في عدة استراتيجيات يمكن اتباعها لاحداث تغيير. هذه الاستراتيجيات العديدة مبنية على نظريات ومبنية على علم التغيير, لكن من ابسط الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها في إدارة التغيير استراتيجية اللي هي استراتيجية الـ ABCR. وأساساً الـ ABCR هي عبارة عن اختصار لكلمات موجودة قدامنا في السلايد. الـ A للـ Awareness, نحتاج نشعر الناس اللي حوالينا بالتغيير المطلوب, نشعر الناس اللي حوالينا بالهدف اللي نحن حنصل له, نشعر الناس اللي حوالينا بأنه نحن مفروض نصل لوين. الحاجة المهمة عشان يحصل تغيير ناجح لابد أنت كغايد للتغيير أو كشخص معني بالتغيير لابد تكون مع فريق العمل الموجود معك في التغيير, تكون متاح بالنسبة لهم عشان لو في أي تساؤلات بالنسبة لهم تجاوب عليها, تكون متاح بالنسبة لهم عشان لو في أي تدريب توفره لهم, تكون متاح بالنسبة لهم عشان لو حصلت أي إشكالات تعالية ويمشي التغيير قدما. الأمر المهم للغاية وكان بيتكلم عنه دكتور محمد كثير جدا اللي هو the way you communicate the change, الطريقة اللي انت بتتواصل بها مع الناس المحيطين بك المعنيين بالتغيير. وزي ما شفنا في أغلب الإشكالات والبريرس اللي ما أدت للتغيير كويس كان الكوميونيكيشن هو عامل مهم جدا فيها. فمحتاج تكومينيكيت بصورة فعالة مع الفريق اللي حيشتغل معك في التشينج, محتاج تبروفايد آليات لأنه يتواصلوا معك بصورة فعالة. الأمر الأخير في استراتيجية الـ ABCR هي الـ Reinforcement. ويمكن كثير من الناس بيفتكروا أنه والله هو قريب من الناس, بروفايد them feedback للحاجات الحاجات المحتاجة لتحسين. الحاجة في غاية الأهمية إحنا بنعمل reinforcement, بندي feedback للحاجات البوزيتيف والحاجات النيجاتيف.
لأنه في النهاية we are a human being. We are يعني نحتاج للتغيير, نحتاج للappreciation, نحتاج للتقدير. فالreinforcement مسألة مهمة جدا في استراتيجيات في إدارة التغيير, في الاستراتيجيات المستخدمة. ونحن ما بنتعامل مع عقول فقط, نحن بنتعامل مع عقول ومع قلوب. يعني we are dealing with mind and with hearts. So الreinforcement مسألة في غاية الأهمية. في الأويرنس نحن نحتاج إنه نوريهم نحن وين الآن, الموقف الموجود, شنو الحاجات اللي نحن محتاجين نعملها, منو الناس المعنيين بالتغيير, ولا سواء كان الناس هم كور تيم في الكليات, سواء كان لجان معنية بالتغيير, لجان مناهج أو لجان تقويم في الكليات الطبية والصحية, أو شنو الحاجة ممكن يعملها تعملها كعميد, أو الحاجة اللي أنت ممكن تعملها على مستوى الكورس. طيب الأورينتيشن أيضاً بيشمل, والأويرنس بيشمل الهدف اللي إحنا حنوصل له, لأنه إحنا يفترض نبدأ ويكون الهدف في بالنا إنه إحنا حنوصل بعد شهر, بعد شهرين, بعد ثلاثة شهور, لكن في النهاية لابد إن إحنا نكون محددين الحق اللي حنوصل له. الفورسز مهمة جداً, وهنا لابد إنه نكون مستصحبين الإسلايد اللي كان بيتكلم عن الفورسز اللي ممكن تواجهك either positively أو either negatively. بنحتاج كاستراتيجية للتغيير إنه to provide support للتيم الشغال معه, والسبورت ده بيحتمد بصورة أساسية على المستويات. يعني الناس الليدرز أو الناس at the level of head department بحتاجين لنوع معين من support, الناس at the level of course organizer بحتاجين لنوع معين من support, والناس others at the level of faculty بحتاجين لنوع معين من support. السبورت ده ما بيشمل الفاكولتي ولا بيشمل الليدرز, أيضا بيشمل الطلاب اللي هم باعتباره هم يعني one of the main stakeholders في الجيش. بالنسبة للتواصل تحتاج إنك تكون open, تحتاج تكون منك open لأنك تسمع أي feedback, تحتاج إنك تكون open لاستصحاب الناس معك في التغيير, تحتاج إنك تكون open إذا فشلت, لأنه إذا فشلت ما نهاية المطاف. أنت تحتاج إنك تكون open على أساس إنه تمضي غضما بالتغيير, بالتغيير. مهم جدا يكون في clear channel of communication, قنوات اتصال واضحة ومحددة, ويكون في هوت لاينز لانه الناس يعني يعرفوا يرجعوا لمنو ومتين, لمن حاجه مهمه في الله. وجود جايد لاينز ومانيوالز للستودنتس لاعضاء هيئه التدريس لاستخدام التولز الموجوده, دي برضو من الحاجات اللي بتكون مهمه في استراتيجيه التغيير. ايضا زي ما قلت بنحتاج نعمل رينفورسمنت, بنحتاج تو سينرجايز ايتش اذر, لانه في النهايه أي واحد في المؤسسة التعليمية عنده دور في تحقيق النجاح. السبورتي ستاف عندهم دور, الطلبة عندهم دور, والأساتذة على مختلف مهامهم عندهم دور. بعد ما ناقشنا الاستراتيجيات في الغالب حنواجه بنوعين من الناس. ناس بيكونوا بوزيتيف في تعاملهم مع التشينج الحاصل, وفي ناس بيكونوا نيجاتيف. فنحن we have to be prepared, we have to be aware to deal with the two type of people. المسجة المهمة في الإسلايد اللي أنا حأتكلم عنها إنه مسألة التغيير لا تتم بصورة لينير, لا تتم بصورة مستقيمة أو straight line. في لحظات بيكون فيها الناس الموجودين معه حصل لهم شيء من الإحباط, شيء من الريزيستنس, شيء من وفي لحظات هم يكون فيها بروداكتيف. فعموما الفريق العمل الموجود معك في ناس حياخدوا التغيير بصورة إيجابية وناس حياخدوا التغيير بصورة سلبية, لأنه حتى على مستوى الشخص الواحد لو أراد أن يبني عادات جديدة فبلاقي من نفسه شيء من الريزيستنس, لأنه إذا أخذنا الاستابيليتي الناس كانوا متعودين على نورم معين, على براكتس معين, بعدها بيحصل لهم شيء من
الان احنا في وضع كوفيد 19 في ستريس في a lot of things that يعني emerging issues ويبدا يحصل denial انه والله احنا الوضع ده حيستمر ما حيستمر هل التولز المستخدمه دي فعاله ما فعاله a lot of questions بعد شويه انت غايل للتغيير ربما هم ما يكونوا مقتنعين بالتغيير ده فيحصل بعض الريزيستنس وممكن الدينايل ده يتحول لانجر ولردود فعل تكون سلبيه بعد اذا حسوا بك انت مستمر في التغيير بعد شويه بتدخل مرحله مساومات بارجيرنج انك طيب نغير بنسبه 50% وغيره اذا انت استمريت زياده هيحصل ديبريشن اذا استمريت زياده وكنت بتستمع لهم تديهم فيدباك حينتقل لمرحله التستنج واللي هي هم بعدها حيبدوا اكسبلور اليات تساعدهم للتماشي مع التغيير ثم الاكسبتنس مهم جدا بالنسبه لنا نكون عارفين دورنا تماما في كل مرحله من المراحل دي يعني في المرحله بتاعت الايموبلايزيشن بتحتاج تو كوميونيكيت يور جولز تحتاج تو سيت يور جولز تو كوميونيكيت يور جولز بصوره واضحه توضح الطريق اللي انت ماشي عليه والاهداف اللي حتتحقق بعد نهايه التغيير في مرحله الدينايل والانجر والبارجيلينج والديبريشن تحتاج تستمع حتى if you receive a lot of feedback negative feedback تحتاج انك تستمع تحتاج تكون يعني in contact مع people that working with you وبتحتاج to show empathy يعني انه والله التغيير احنا we have to change للحاجه الافضل في المرحله من في المرحله اللو هنا من toward the acceptance الان بيجي دور الفاكولتي ديفلوبمنت محتاج انك to provide them with the faculty development programs at different level محتاج انك provide them with manual محتاج to provide them with clear communications بتجي ما بعد مرحله الاكسبتنس بتحتاج انك تراعي لمساله مهمه جدا الان مرحله التيم فورميشن اللي هي starting من من different phases of team formation forming storming norming deforming and adjourning محتاج انك تتماشى مع آلية تكوين المجموعات في مرحلة بتكون محظوظ اذا كان معك ناس بوزيتيف but bearing in mind that انه حتى الناس البوزيتيف ما حيستمروا بوزيتيف في النهاية هم في البداية بيكونوا بوزيتيف لانه بيفتكروا انه التغيير ده ما حيأثر عليهم كثير لانه هم they are mastering الحاجات المطلوبة للتغيير فبالتالي هم احنا هنا بنسميهم informed optimism مع مرور الزمن حيشعروا ان الوضع الجديد ده بالنسبه لهم ما مريح هم they will change to informed pessimism لانه حيشعروا انه الان this is not their comfort zone المنطقه ما مريحه بالنسبه لهم فagain هنا you have to be in contact with them لغايه ما يصلوا مرحله realistic support بالنسبه للناس البوزيتيف الحاجه المهمه المسج المهمه don't set high goals don't sell the change بصوره كبيره يعني send the change لهم او sell the change لهم بصوره تكون واقعيه عشان تتجاوز المرحله سواء كانوا هم بوزيتيف او نيجاتيف الحاجه المهمه انه change is not straight line ومساله زي ما قال دكتور محمد جبير فيها مطبات كثيره والمطبات الكثيره الطريقه الفعاله للتعامل مع انك تكون مدرك لاداره التغيير يمكن التشارت ده بيختصر المساله انه والله فولف بالنسبه للناس الدانيال او الناس اللي هم بيبدوا مكرر التغيير يو هاف ات ذيس ليفل you have to provide them with information clear informations وزي ما شايفين في 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 في, في المخطط ده الدانيال والريزيستنس هم بيمثلوا النيجاتيف زون اما الاكسبلوريشن والكوميتمنت هم بيمثلوا البوزيتيف زون فبالنسبه للناس الدانيال انت محتاج انك توفر لهم انفورميشنز وليتشين تكوميونيكيت الخطط معاهم لما تصل مرحله الريزيستنس اللي هي المرحله اللي يكون فيها low productivity محتاج to listen to them don't be defensive معهم محتاج to involve them في التغيير
ومحتاج to be empathic with them. ممكن يعني الآن ربما الناس تكون موجودة في المرحلتين الثانية والثالثة وفي كليات مشت للمراحل المتقدمة. الرسالة المهمة في مرحلة الريزيستنس إنك ما تستسلم. لأنه إذا استسلمت حتحصل مساومات حيحصل and then you will jeopardize your game. ما تستسلم تكون لكن at the same time تصير على التغيير تصحي معك الناس في التغيير. بعدها الناس حينتقلوا للزون البوزيتيف اللي هي الاكسبلوريشن. كل واحد حيبدأ يحدد احتياجاته شنو عشان بعدها يمشي للكوميتمنت. وجين المرحلة المهمة جدا مرحلة في الكوميتمنت إنك أنت you have to provide them for training, you have to stay with them and to maintain the group dynamic. كل الحاجات دي عشان تحصل بتحتاج لين يكون في framework أو model لإدارة التغيير. يعني في different models بتحتاج إنك تستخدمها عشان 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 تدير التغيير بتاعك بصورة فعالة. بالنسبة للمودلز حتكلم عنها دكتور محمد حسن طلع. شكرا محمد. شكرا. Next slide. Next slide محمد. طيب yes. زي ما كان محمد يتكلم عن 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 ال responses وال strategies لل change. لكن in the beginning أنا said إنه a change خصوصا اللي إحنا نتكلم عنه الآن هو a change في ال organization ككل. وإذا ما نتكلم a change في ال organization وأراد يعني تصديق. يعني إذا نظرنا له بنظرة very superficial والله إحنا we want to change the teaching strategy من face to face ل online أو من نعمل بدل ما كنا بندرس كورس في سيولوجي نجيب بدله كورس في public health then we are not going to succeed. نحن لازم نفكر فيها كorganization ككلية كجامعة whatever هي في كلية الطب أو كلية علوم صحية أو حتى لو other colleges. طيب فعشان نعمل التغيير ده في عدد من المودلز نحن محتاجين نتبع لأنه الchange هو بيكون ناجح لو بيكون في systematic way and approach. فالمودلز هي بتدينا systematic approach. المودلز history بتاعها جاي من موديل عمل واحد اسمه ليوين اسمه ليوين موديل فيه 3 parts لكن الناس بعد ذاك طورت فيه. فمن أكثر المودلز المستخدمة الآن اللي بيسموه الكيرت الكوترز موديل for change فيه 8 steps. بيبدأ من create the urgency اللي هو إنك أنت تقنع الناس معك إنه the change that you are going to do is urgent and there is a need for it. ومثلا إذا أخذنا ال situation إحنا فيه ممكن يكون ال urgency جاي من the need of the health system أو ممكن تكون جاي من إنه والله الطلاب لهم زمن طويل جدا out of the classes يعني ما العملية التعليمية واقفة. ودي بتتطلب منك انت as a change agent انك تكون مطلع بجوانب ال problem. يعني مثلا you can come up with some of the literature about a cessation or a negative effect of cessation of learning on the performance of the students. وفي literature كثيرة like this. يعني في literature انه في disasters حصلت وحصل فيها قفل للكليات والجامعات حصل يعني decrease في performance of the students. منها مثلا حصل كان في كاترينا صار كاترينا لما الكليات وقفت في أمريكا السارس في الليتريتشر كثيرة. فدي أنت يفترض تكون مطلع عليها. بعد ذلك بتمشي لين والله تعمل الكوليشن بتاعك لازم يكون عندك فيجن to communicate the vision empower the action. ودي مسألة مهمة مرات كثيرة نحن بيكون عندنا عارفين عاوزين نعمل شنو لكن we don't tell people what do we want to do. ونحن ما بنعمل التغيير برانا. وبعد ما to communicate this vision إنه لازم والله يكون عندنا empowerment لهم إنه yes and I'm communicating my vision لكن this is yours اللي هي الفكرة very simple في إنك أنت take them with you on board as member of the team وإنه هم عندهم رأي. قبل كان تكلمنا عن resistance بتقل بال involvement so the more you involve people the less resistance you will have. بعد ذلك بيجي حاجة اسمها الكويك وينز. الكويك وينز يا جماعة اللي هي التريجرز للناس instead of إنه تنتظر لحد ما يخلص البروسيس بتاعت التشينج كلها تقول والله إحنا نجحنا. كل ما يحصل ديفلوبمنت في حاجة عملها بروباغندا. يعني فلنفرض إذا أنت غيرت دار تغير ل ستايل للديستنت ليرنينج
the moment اللي انك انت you finish the first module or the first course, tell them انه والله احنا نجحنا يا جماعه في انه خلاص احنا الان قدرنا نعمل structure للفيرست موديول للفيرست كورس. فدي مع يعني لما يكون في quick wins الناس بتتحمس لانها تعمل اللي بعدها. Then you build on your change and في الاخر you make your change stick بانه تعمل sustainable. الموديل بتاع كوتر موديل منظم جدا جدا, الستبس بتاعته واضحه جدا جدا, لكن واحده من مشاكله انه بيفترض انه التشينج از لينير, انه والله انك يو هاف تو جو فروم ستيب 1 تو ستيب 2 تو ستيب 3 تو 4, which is not the case, لانه نحن في التشينج دائما بنتعامل مع هيومن بينز, and when you are dealing with human beings you are dealing with psychology and you are dealing with social psychology, nothing is expected. الشخص بيكون اليوم معك بعد ساعتين بيكون ضدك, بكره بكون معك بعد بكره بكون ضد التشينج بتاع السامبلو. فدي واحده من المشاكل الكبيره الموجوده في كوتر, لكن هو موديل فيري ويل ريكوجنايزد وموجود. الموديل الثاني الممكن للشخص يستخدمه نفس محمد اللي هو بيسموه سينيور اسويل موديل. سينيور اسويل هم تقريبا استعملوا نفس الايديا بتاعت كوتر, لكن في الاخر في بعض الاشياء قسموها لقسمين زي البريزنت ستيتس, انه والله انك عايز تدايجنوز الكرنت ستيتس بتاعك, انه والله شنو اللي عندنا وشنو اللي ما عندنا وشنو مشاكلنا, والفيجن بتاعت التشينج هي بيعتبروها جزء من الكرنت ستيتس. ليه؟ لانه هم دايرين يوصلوا الناس انه التشينج اللي كان قاله محمد في الاول انه التشينج از كونستنت, هو اللي كونستنت انه انت طوالي انت في حاله انا وصلت هنا ويفترض اوصل الحته الفلانيه. Then you need to gain commitment from people. And with people, you develop the action plan. Then you implement the change and you assess and reinforce and the cycle will go. لكن هم قالوا والله a change is not linear. إنه في بعض ال steps مرتبطة ببعض. يعني أنا عشان implement a change لازم يكون عندي commitment. فبتطلب مني انه كل ما انا امبلمنتنج التشينج انه ارجع واتاكد منه الكوميتمنت موجود, otherwise I may lose people. واذا if I lost people وانا ماشي في الامبلمنتيشن حيكون عندي اشكال كبير جدا جدا, لانه في ناس بيكونوا متحمسين معاك اليوم لكن بكره بعد بكره قد يحسوا بالملل, قد يحسوا بالاحباط, قد يحسوا ببعض النيجاتيف انرجي. فانت always you need to go back and forth with those steps على اساس انك تقدر to maintain a change. وهم بيفتكروا انه ال change is a cyclical process, والله انت كل ما توصل step تمشي للبعده والبعده والبعده والديناميكيه بتشتغل. وهم بيفتكروا انه او الموديل بتاعه مبني على الاكشن ريسيرش, انك انت you are doing your action at the same time you do research to see what are the success and what are the failures so you can improve it في next run. يعني زي كأنه كل change عبارة عن cycle, والcycles مبنية على بعض لحد ما نوصل لأقل لأعلى قمة نحن عاوزين نوصل لها. الموديل الثالث اللي هنتكلم عنه الآن هو ال HSE model. HSE model هو developed by HSE اللي هي في ايرلند, ما يعادل عندنا وزارة الصحة في ايرلند. هما عملوا موديل مبني على الكونتكست بتاع الصحة, والكونتكست بتاع الصحة واحدة من أهم المميزات اللي فيه إنه فيه a lot of stakeholders. فهما they consider this, يعني قالوا والله المودلز اللي قبل كده الموجودة هي مودلز موجودة وممتازة وأي حاجة, لكن مبنية على الصناعة. في الصناعة أهم من الأشياء واضحة, وأنت تعاملك مع الهيومن بينز والستيكهولدرز is very minimal, لكن تعاملك مع الماتيريال اكبر, فبالتالي ممكن يكون عندك بعض الكنترول على الاشياء يعني. لكن في الصحه وفي التعليم انت عندك a lot of stakeholders وكلهم عباره عن human beings. عندك faculty members, عندك students, عندك اداريين, عندك ناس في الوزاره, عندك مجتمع منتظر النتيجه بتاعتك, عندك وزارات عاوزه تخدم الخريجين بتاعك, وديل كله عبارة عن human beings. فبالتالي التقاطعات ما بين stakeholders are very strong. الفكرة من HSE model هو مبني على أربعة
ستيبس اساسيه، في كل واحده فيها ستيبس فرعيه مبني على الانيشيشن، دي ستيب الكبيره الاولى، ودي وير يو بريبير يور سيلف اند ليد ذا تشينج. سو بريبير يور سيلف اند ليد ذا تشينج باي ات سيلف هي محتاجه لعدد من البروسيس اللي انت هتعملها. اذا اجين اذا رجعنا للسيتويشن احنا فيه، to prepare and lead the change you need to have good knowledge about the curriculum development, you need to have good knowledge about faculty development, you need to have good knowledge or people who with you who can do faculty development. Then you go to the planning phase where you build the commitment. ولو لاحظتوا للسينيور ان سويل موديل وال اتش اس اي موديل هما الاثنين باديات او very early فيهم الكوميتمنت اوف بيبل. والكوميتمنت يا جماعه ما بيجي بالعصبيه والقبليه، بيجي هنا بالانفورميشن وبالاقناع وبانه الناس تتناقش مع بعض ويكون في انفولفمنت. والانفولفمنت does not mean consultation. في سلايد قبل كان فيها اربع ليفلز اوف انفولفمنت، فيها الانفورميشن والكونسلتيشن والانكلوجن والانفولفمنت. انفورميشن when you tell people انه والله what are you going to do. Consultation when you have the opinion of people لكن ممكن تأخذ به أو ممكن ما تأخذ به. Inclusion of people with you when you have the opinion of people, you consider it, you work with it, but you don't tell them what are the results or the consequences of their opinion. And involvement when you have people with you as if they are leading the project they'll come into. But the more you involve people, the better you will have the commitment. Then when you have this commitment with your people, you are going to determine all the details of change that you're going to do. Details, and when we say details, it is details, details. أهم حاجة في الديتيلز يا جماعة هي الفورسز اللي اتكلمنا عنها earlier. Then you develop your implementation plan. This is phase two. In phase three, you do the implementation. And the implementation هنا في التفاصيل بتاعت الموديل متبعين ما يسمى بالاكشن ريسيرش. انه each cycle of implementation by itself needs to be evaluated and you have a result from it and to go back and improve. Then you go to the mainstreaming, and mainstreaming here means the sustainability of the change. When make everything clear or make it in a part من البزنس دانا. And then you do the evaluation. هل نحن محتاجين لانه نتبع موديل ناو؟ يس محتاجين. Although انه نحن we are going to do a change that may not be sustainable. احنا الان تعليمنا واقف في الكليات، عاوزين نرجع التعليم بطريقه تتماشى مع 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 متطلبات المرحله الصحيه، لكن الاصل بيقول لنا قد نرجع للمنهج حقنا بعدين، لكن it is never easy انه نرجع للمنهج حقنا زي ما هو، لانه نحن الان حنعمل تعديل في اشياء حندرسها وفي حاجات ما حندرسها، في اشياء حنقدمها وحاجات كثيره، فيبقى نحن وي نيد تايم لحد ما نرجع للمناهج حقنا. At the same time during this period we may discover new things that we didn't think about it before. يعني الان الناس اللي بتتكلم عن الاي ليرنينج ما كان واحده من الاوبشنز الموجوده لعدد كبير جدا من الكليات في العالم. لكن الان هم they are practicing it وقد يواصلوا فيه لانه الطلاب اكتشفوا انه والله عنده فوائد والاساتذه اكتشفوا عنده فوائد، فيبقى المين ستريمينج هنا برضه قد يكون سستينابيلتي. حتى لو كنا بنتكلم عن تشينج فجائي زي اللي احنا فيه ده او نحن مجبرين عليه، برضه وي مي نيد تو هاف سستينابيلتي لانه برضه نحن ما عارفين فور هاو لونج حنكون في الحاله بتاعتنا دي. فthese are three models. ممكن اي يعني لو استخدمت اي واحد منها it's okay، لكن you need to master the models that you are following. في other models موجوده في literature you can approach it، لكن these are the most common models that used في ال organization change واللي عنده علاقه بال health professions education. Next slide محمد. By this نحن we have تقريبا finished the main thing of the presentation for the webinar. اتكلمنا عن change management واهم شيء انه it is not only the outcome but it's the process of involving people to
to have the outcome. We know a change management is not a linear process and will never be a linear process. وإلا حيكون عنده عواقب كبيرة. وإنه we need to anticipate the forces that may support a change or may oppose the change, so you can make use of them early. And to have a good change management, you need to follow a robust model. أي واحد من models is okay. We are not recommending يعني specific model, لكن we would like you to explore the model that can fit with your context. لأنه الكونتكست مختلفة والناس الموجودين في كل كلية في كل جامعة مختلفين. Thank you very much for your time. This is before we start the discussion, we are going to announce this next webinar, which will be e-curriculum design and development in COVID-19 and beyond. اللي هو ده حيكون متماشي مع السلسلة بتاعتنا تكلمنا في الأول in general. الويبينار الأول الويبينار الثاني عن change management. الويبينار الثالث we are going to go into the practical tips of how to change the curriculum to fit with COVID-19. Thank you very much for your time. Well, floor is yours, Anwar. شكرا جزيلا دكتور محمد الحسن. دكتور محمد حسن على البرزنتيشن الرائع عن إدارة التغيير في المهن. هل الكلام ده قاصر فقط على المهن الطبية والصحية ولا ممكن ينطبق على بقية المهن في تعليم ينطبق على أي حاجة حتى في البيت ينطبق. تمام طيب في البيت ينطبق. طيب سؤال ثاني برضو, هل الكلام ده يفترض إنه يجي توب داون عبر التعليم العالي ولا إنديفيديوال إنيشيتيف من كل جامعة؟ أنا حسب علمي إنه الآن الوزارة موقفة التعليم, لكن you can start by individual initiative, لأنه حتى على المستوى اللي قاله محمد في الأول على مستوى الكورس بتاعك اللي أنت بتدرسه you have to be prepared. And حتى ولو ما كان الجامعة فتحت, نحن برضو كفاكولتي ممبرز عندنا مسؤولية تجاه الطلاب بتاعنا, عندنا مسؤولية تجاه زملائنا. الآن عدد كبير جدا من الناس بتتكلم عن التريننج لأعضاء الفريق الصحي الشغالين في الميدان. فنحن برضو ممكن نتبع نفس الآليات فينا نحدث التغييرات في الفاكولتي ديفلوبمنت اللي بنقدم لهم. فهي ان جنرال ممكن تكون على ثلاثة مستويات, في الأندر جراديوت بوست جراديوت في الكونتينوس ديفلوبمنت, و يا إما على المستوى الانديفيديوال انيشيتيفز أو لا على المستوى الجامعة أو الكلية, ودي حاليا بتحتاج لقرار من التعليم العالي. لكن القرار من التعليم العالي لما يجي بيقول أفتح الكليات أو بيقول continue الدراسة, يبقى الناس الموجودين في الميدان هم اللي يفترض to follow this يعني strategy to implement, لأنه أي كلية في السودان عندها منهج مختلف, فبالتالي there is no وصفة حتيجي من الوزارة لأنه do that. لكن ممكن تقول لهم والله شوفوا الطريقة المناسبة معاكم. Then you need to apply these strategies. أنور أعتقد محمد حسن is muted. كان unmuted. محمد حسن طه. أيوة. طيب ناجي, دكتور ناجي بخيت رافع يده تفضل. السلام عليكم. السلام. أشكركم على المحاضرة الجميلة, والله يديكم العافية وكل سنة طيبين إن شاء الله. وأنت طيب. سؤالي هو what are the advantages of or positive things of distance learning حسب وجهة نظركم يعني, وتتفضلوا عليه. شكرا. حمد. تمام. طيب الديستانت ليرنينج في عدة فوائد خاصة في الوضع اللي احنا فيه الآن. ممكن فائدة أساسية إنه يعني the door of learning will be open, الناس هيكونوا مستمرين التعلم بتاعهم بيستمر بالنسبة للطلاب الطب والكليات الصحية الأخرى. خاصة إن احنا يعني ما كل الأشياء بنحتاج لأنه لحضور الطلبة للكلية يعني
في حاجات في علوم معرفيه, في علوم ادراكيه, وفي علوم سلوكيه سايكوموترز. بالنسبه للعلوم المعرفيه والادراكيه يمكننا استمرار التعلم من خلال الاي ليرنينج, وفي وسائل كثيره جدا متاحه انه علينا انه نستخدمها في الاي ليرنينج. بصوره عامه الاي ليرنينج عنده فوائد عديده جدا جدا موجودة في الأدبيات, منها إنه الطالب بيتعلم في الوقت اللي بيكون مناسب بالنسبة له, بيتعلم وهو موجود في بيته, وعدة فوائد ممكن تكون مفيدة للإيليرنينج. الآن مع الفوائد الموجودة أساساً للإيليرنينج الآن بقت ضرورة, وضرورة لاستخدامه في ظل جائحة كوفيد 19. تمام. طبعا ممكن برضو نضيف النقطه بتاعت البيزنس كونتينيوتي, انه يعني الجامعات دي برضو المفروض تفكر في نفيسه او التعليم العالي ولا بتاع, انه جزء من الايكونومي الكبير بتاع البلد, واي حاجه لو وقفت بالتالي بيكون في لوسز يعني. تمام. في سؤال ثاني الاي ليرنينج. نعم. مهم جدا نفرق ما بين الاي ليرنينج لايف ستريمينج سيشنز. يعني في عدة موداليتي للإي ليرنينج نحن ممكن نطبقها. ممكن نطبق لايف ستريمينج, ممكن نطبق اسينكرونايز تعلم في وقت غير متزامن, وممكن نبدأ بحاجة بسيطة جدا جدا نستصحب معانا التيم الموجود لغاية ما نصل للهدف المبتغى إن شاء الله بإذن الله. في محمد بابكر. محمد بابكر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا دكتور محمد مبارك, سعيد اني اكون معكم للمره الثانيه. بس انا الدار اعرفه يمكن الوزاره ما عارفه ان احنا بنعمل في شنو, وما عارفين الناس والله موضوع الاي ليرنينج. فحق تكون في وسيله انه الناس توصل البروبوزال بتاعه للوزاره على اساس بعد ذاك تبي امبلمنتد, او يعني يديهم اشارات انه والله الناس بتعمل في حاجه, لانه الكلام ده بدون علم الوزارة ما أظن يكون عنده جدوى. على اللي قال عشان نحمسنا أو تنكرج إنه والله الوزارة بعدها تقدر تجرح, لأنه الفترة طالت يعني, ويمكن موضوع الكوفيد 19 ده يطول أكثر وأكثر, فبقى بعد الإي ليرنينج مصر وضرورة ومفروض يتطبق يعني. فده نشوف دورنا شنو, هل الناس بتقدر توصل البروبوزل ده للوزارة على شنو بعد ذاك تقدر تتبناه بصورة تكون أكثر رسمية يعني. شكرا. والله إيه كان بعدين أنور ممكن تعاقب على كلامي. هو والله طبعا أنا التعقيب بتاعكم بتاع فوكس يعني زي أقوله الحكومة اللي تغادر حكومة بتاع الثورة يعني, يفترض إنها إميرت أوت أوف المشاكل بتاعت الناس الموجودة وكده, والوزراء الموجودين حاليا والكابينت كله يفترض إنه سوار يعني ثورجية ومتصلين بالناس يعني, هم ناس موجودين في واقع التواصل الاجتماعي ولا كده. فالقصة بتاعت إنه الناس تكون موجودة في الآيفوري زي يقولوا البرج العاجي ده, والناس تقعد تمشي تفتشهم وتخد لهم بروبوزر ورا الثاني, وبعد ذاك تمشي تفتش انت براك للفولوب, دي حاجة بالنسبة لي أنا غريبة, لأنه يفترض إنه في مشاكل واقعة على الناس كلها والناس كلها موجودة فيها, وفي ناس انيشيتد يعني براهم من نفسهم تكلفوا عن البحث عن حلول وكده, وجابوا بروبوزرز وأثبت إنها proven to be يعني right. ليه يعني احنا دائما عندنا مشكله بتاعه كوميونيكيشن مع الناس الجوفرنينج بوديز, رغم انهم جو يعني في ثوره ما كان النظام القديم بالعنجهيه وما بتقدر تتواصل مع الوزراء ولا غيره. يعني احنا في مجموعه البحثيه السودانيه في اعضاء, مثلا بروفيسور شام شريف وكيل وزاره التعليم العالي عضو فيها, وفي كميه بتاعه اساتذه الجامعات ومدراء جامعات وكده اعضاء موجودين فيها, فبنستغرب وامناء شؤون علميه وعمداء كليات كل الناس المجموعة لأنها عمرها 10 سنوات. فالحاجة اللي عارفينها نحن في المحطة البحثية السودانية إنه في كمية بتاعت proposals وصلت already لكن ما تحركت ما اتعملت. ففعلا هو الحاجة لو ما بقت الوزارة involved فيها ولا بتاع ما حتكون عندها معنى. لكن بنستغرب في إنه ليه ما في initiation أصلا, ليه ما بيصلوا مجموعة البحثية السودانية, ليه ما بيصلوا مجموعة الأطباء السودانيين في الخليج, ما بيصلوا في الأطباء السودانيين في أمريكا, ولا أي مجموعة بحثية ولا مجموعة موجودة
ويقول أخوانا يا أخي والله يعني قدموا لنا حلول وبعد كده دي أدابت الحلول دي أدابتت وتتنفذ يعني. ففعلا النقطة دي صحيحة لو في أي واحد عنده تعقيب فيها. والله أنا برضو أنا يعني إضافة لكلامك يا عمر يعني الناس في ألطوة في نيشة يعني أنا عارف منها في نيشة في حد عملنا إحنا على بمجموعة مننا وتواصلنا مع كل العمداء بتاع كليات الطب بالتحديد وإنه يا جماعة إحنا مستعدين نساعد إذا كان في أي حاجة ونضع معاهم لكن هم ما حنقدر نعمل حاجة ما لم تجينا تعليمات من بعض اللي تواصل معنا وقالوا نحن هم كعمداء كلية الطب مع مدراء جامعاتهم عندهم تواصل مع الوزارة في إنه الوزارة يعني تقدر تطلع قرار بالموقع لكن زي ما قلت تنور الأمور بتجيب وين يدونه للأسف الشديد نعم في زول قاعد في البلف طيب في مثلاً إحنا يعني قدمنا يعني مثلاً الويبينار زي حتى الدعوة تقدمت لعدد almost كل عمداء كليات الطب في السودان لكن I don't know ما شفت لكن ما أعرف هل فيهم حضور إذا كان فيهم حضور يعني I hope إنهم يوصلوا صوتنا ده للوزارة عن طريق مدراء جامعات وكذا تمام دكتور أسعد السلام عليكم مساء الخير وما بقدر يعني كل مره نقول شكرا دكتور محمد وشكرا دكتور محمد دكتور انور على المشاركه ما شاء الله يعني منورين لنا في سماع رمضان ده ومدينا بالجديد دائما المفيد الكومنت ده اقول شنو انه التشينج يعني الحدث اللي احدثه كوفيد 19 كويس في التعليم او في العالم يعني هو irreversible change ويمكن ده يدينا احنا في medical education يدينا opportunities يعني انه نعمل change في الكوريكولم يعني حتى لو رجعنا تستمر change يعني الشغل بتاع e-learning رغم انه ممكن يكون عنده side effect مثلا التكلفة ومشاكل النت لكن في نفس الوقت ممكن decrease the cost بالنسبة للكلية كويس انا الدكتور محمد قال احنا ممكن نبدأ الان احنا مثلا نضرب بمثال يعني احنا عندنا في كليتنا بدينا في كورسات توتال هتمشي خلاص هتمشي على الاي ليرنينج وتبدا معلش يا دكتور بس يا ريت لو وريتنا الكليه والجامعه كيف معلش عشان الناس تكون متابعه معك كويس انا ازعد رزق الله كليه الطب جامعة بيشه السعوديه المملكه العربيه السعوديه الو نعم واصل اي معلش يا دكتور اي فاحنا اهميه التشنج هنا ما الا بس انه في الكوفيد لكن حتى الكوريكولم ما اتوقع ان الكوريكولم هترجع يعني حتى لو رجعت الحاله العاديه بعد يعني فتره من الزمن ممكن محتاجين لتشنج لانه هنغير يعني اتوقع انه في الكوريكولم هيحصل فيه يعني irreversible change يعني لازم نبدا نفكر انه لازم يكون عندنا اي ليرنينج لازم يكون على الاقل نكون بلندد يعني الوضع في السودان لازم نمشي لقدام عشان التعليم يقدر يغطي مسافات اكبر من كذا كويس في التشنج مانج سيكونس يعني مسؤوليه الاداره والريزيستنس والاويرنس اللي هي خلي دي النقطه اللي كنا بنتكلم عنها قصه الادارات وعمد الكليات ومستوى الوزاره يعني ان في الويبينار اللي فات انت كنت بتتكلم عن الواي جينيريشن الناس اللي قاعدين في الطب هل يعني صحيح سوريين لكن هل من ضمن الواي جينيريشن هل الكلام ده ممكن يطلعوا من الكومفورت زون اللي قاعدين فيها عشان يبدوا يتعاملوا مع الناس فدي حاجات محتاجه يعني شويه الناس تتكلم فيها وده الكومنت بتاعي شكرا دكتور سعد في بروف على الدين بروف على الدين is muted هلا عامل له ام ميوت من كده احسن كده سامع شكرا جزيلا انا على الدين أحمد عميد كلية الطب في جامعة الخرطوم الإيليرنينج حاجة شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا للحضور وافتكر ده موضوع مهم جدا إيليرنينج is the future undoubtedly وما افتكرت بتغلطوا فيها اثنين البرزنتيشنز اللي اتعملت أنا أول مرة أحضر الحقيقة وأحب الكونتينيو أحضر الجلسات القادمة البرزنتيشنز اللي اتعملت undoubtedly very very useful And I would like to go to the implementation side of things. An implementation, at least في السودان, and this is very true للكلية اللي أنا عميدة, few logistic problems.
logistic problems بنحتاج ل external help عشان نقدر نحلها. Logistic problems اللي أنا بعنيها إنه how many of my students have access to smartphones and laptops? How many of my students live in areas where there is fast internet connection? And I think these are important points we have to take into consideration if you'd like to implement. يمكن الميديكال سكول اللي أنا عميلة برضو a significant proportion of the students come from humble background, as you know, إنه جامعة الخرطوم ما جامعة خاصة وكده وبناخد students بس بالتفوق العلمي, لكن we have a significant proportion من humble backgrounds. أنا أفتكر بنحتاج لـ external help solving the problems دي. وزي ما قلت إنها دي logistic problems. Some of them are difficult to solve. خصوصاً يعني when we can get external help provide our students during the period اللي هم ما كونوا موجودين في الفاكولتي premises اللي هو during COVID-19 أو any other changes that might happen in the future. فأفتكر these things are important and we have to look into them before we go to implementing them. الحاجة الثانية if I may أذكرها بس إنه أفتكر بنحتاج لشوية legislation when we looked at our curricula, لأنه طبعاً الcurricula عندها requirements معينة من ناحية بتاعت attendance. I don't think these are difficult. I have to pay attention للlogistical the legislation issues as to what we actually mean by attendance. Will attendance يحصل كيف عشان تفلفل الكوريكولم, لأن في الكوريكولم طبعاً الـ perceived idea إنه الاتندنس بالنسبة للlectures أو للseminars and so forth is in person. فالـ legislation requirements يمكن تحصل في الـ نحن عندنا في الفاكولتي curriculum management committee where we can address these things. طيب the leading forces في the faculties of medicine in my opinion here EDCs, Education Development Centers. أنا في the faculty of medicine عندي very efficient, very proactive EDC, and we can actually put the كلام اللي انتو بتقولوه ده, and I sincerely hope إنه الكلام ده recorded, I think it is, وممكن نقول كل هذه المحاضرات لل EDC و we start from there. وشكرا جزيلا. شكرا بروف. شكرا على شكرا لوجودك معنا. اعتقد انه يعني وجود عميد كل طبيعه خرطوم is really اللي هو ده ان احنا نقول انه لاين اشياء تتنقل. اتفق معك دكتور على انه في logistics things, ونحن كان في الويبينار اللي فات تكلمنا اول حاجه قلنا قبل ما الناس تمشي الاستيب الاولى هي need assessment, واكوردنج للneed assessment اللي حيتعمل والريزلتس بتاعت كل كليه انه كل كليه قد يكون عندها بروجرام مختلف عن الثانيه, كل جامعه قد يكون عندها بروجرام مختلف عن الثانيه, و يعني بنشدد عليها في كل مره لانه no one size fits all. ودي لو ما قدرنا فعلا نعملها بطريقه كويسه الفيلير حيكون تمالك واذا بقى في انيفيتابل فيلير معناها الريزيستنس لانه اوريدي الكلام كله كان في الناس ما حيكونوا يعني بيقولوا مرتاحين للتغيير. الحاجه الثانيه اللي برضه يعني بتتفق معاك فيها تماما انه والله هي في تشينجز كثيره, it's not about the method of change, لانه حتى تكلمنا عن ان اورجانيزيشن تشينج انه البوليسيز البروسيجرز الاشياء دي كلها نيدز الناس تراجعها قبل ما تنغمس في انه والله لا خلونا نغير الاونلاين, وتجي في الاخر تقول للطالب والله انت ما 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 يعني you didn't fulfill الكرايتيريا بتاعت الاتندنس وما حتتحسب لك في الشهاده في التعليم العالي بعدين. فدي اشياء كلها نيدز فعلا تو بي ديسكاست. من ناحيه بتاعت هيلب بروفيسور علاء, نحن مجموعه محمد حسن ماي سيلف ومجموعه من الـ 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 يعني الناس عندهم خبره في الخليج وفي امريكا, عملنا مجموعه التيمز اوف ريفرنس بتاعتها انها تساعد كليات الطب والعلوم الصحيه في السودان اذا عاوزه تنتقل للتعليم الالكتروني او عاوزه تعمل تشينج عشان تفيد مع كوفيد 19. مع بعض السبورت اللي لقيناه من بعض الشركات اللي هي التعليميه, ف وي ار فيري هابي تو كونتينيو كوميونيكيشن ويز يو دكتور علاء إذا محتاج يعني أي سبورت. أفتكر دي مجموعة سودانيين
عندهم خبره في التعليم الالكتروني وفي الديزاين والكوريكولم ديفلوبمنت, وهم they are very much devoted لانهم يساعدوا كليات الطب والعلوم الصحيه في السودان. هو برضه مع ناس انور في اللي في مبادره الباحثين السودانيين, اعتقد المسائل التكنولوجيه ممكن نتعامل فيها. ف بيوند الويبينار ده we are very happy to communicate discussion with you دكتور انور, دكتور علاء الدين, وحتى ممكن تكون موديل على انه يغني على الوزاره انه والله these things can be done. اذا عملت في الخرطوم ممكن تعمل في كليات ثانيه في الخرطوم, and then we can expand لحد ما نحاول نرجع كل السودان والطلبه في السودان يرجعوا للمقاعد الدراسه whether face to face or virtually. نعم, ونحن في مجموعه الباحثين السودان عندنا مجموعه فرعيه للناس المتخصصين في الانفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجيز, وفيها اكثر من 2000 يعني ما بين اكسبرت لستودنت كلهم انثوزياستيك لانهم يقدموا اي حاجه ممكن تنفع البلد وتقدم وتخلي عمليه التعليم تكون مستمره. سعيدين جدا بوجودك يا بروف علاء الدين, وان شاء الله يكون في تواصل يعني بعد السيمينار ده وتكون مشارك معنا باستمرار في السيمينارات الجايه من السلسله يعني. طيب في محمد عوض الله, دكتور محمد عوض الله. السلام عليكم ورحمه الله. دكتور محمد, انا محمد عوض الله, عوض الله جامعه الجزيره, والان في جامعه الباحه في المملكه السعوديه. سامعني كويس؟ طبعا بعرف دكتور محمد حسن ودكتور محمد حسن زملاء وزملائنا في جامعه, وقدموا فيري نايس برزنتيشن انا احضره. بفتكر انه واحده من الحاجات المهمه انا تكلمت مع بعض العمده في بعض الكركس, هم كعمده وكمدرب بتاع جامعات ممكن to prepare themselves for change, لأنه زي ما عارفين إنه كوفيد 19 الإفكتس بتاعه حسب ما أنا بحاول أفتش وكده احتمال يعني يطول لسنة سنتين. فنحن محتاجين شنو بعض الهومير برضو عشان نساعد الشباب والعمدة والناس في السودان, محتاجين لو نعمل بعض زي ما قلت يا دكتور محمد حسن نعمل assessment للسيتويشن, نسأل الطلبة دايركلي هل الطلبة فعلاً مستعدين ولا مستعدين. احتمال الطلبة يقول والله يا جماعة نحن مستعدين للتعليم عن بعد أو الأونلاين إدوكيشن, هنحاول مسائل السمارت فون, مسائل اللابتوبس, مسائل النت. احتمال الطلبة يكونوا willing جداً to help. فأنا داير ما نستبغى الأحداث, هل هم هيقدروا ولا ما هيقدروا. الحاجة الثانية مدى العمدة زي مثل شخصياً مستعدين للتغيير ولا ما مستعدين للتغيير. افتكر ما انتوا عارفين زي ما انتوا قلتوا في بعض الكورسات او بعض الجدن في مرحله الكلاركشيب او البري كلاركشيب بتاع البيزك ساينس وكده, افتكر حتى التدريس بتاعه ممكن يكون سهل جدا ما زي الكلينيكال ساينس وكده. فافتكر دي فرص ممكن تبقى. انا عارف انه في السودان الطلبة في سنة أولى وثانية تقلهم أوبر كل السودان, ما كان في دراسة جات الدفعة البعدة, فدي مشكلة عامة في كل السودان. هم ويلين يحلوا المشكلة. اتصلت بشباب في جامعة الجزيرة جدا في الماستر اوف ميديكال ايديوكيشن, فواي نوت مثلا هم عندهم جرام شير اونلاين, ليه برضو ما قادرين يعملوا اندر جرام؟ ان شاء الله يعني انا برضو مستعد لو اكون برضو معاكم في التيم بتاع الخبره اللي كسبناها احنا في السعوديه هنا, وان شاء الله يعني ربنا يكون جزيل. طيب في اي تعقيب دكتور؟ والله شكرا جزيلا دكتور محمد ضفع الله. ويعني في يعني اعتقد انه هي نيد اسسمنت از امبورتنت. ايوه, واخر انا بفتكر انه السودان فيه عدد كبير جدا من الناس اللي عندهم خبرات كبيره جدا وموجودين في السودان او خارج السودان, لكن قد ما يكونوا لاقين الاطار اللي يشتغلوا من خلاله. فنحن لو قدرنا نوجد الاطار ده مع الكليات, مع الجامعات, مع الوزاره حتى, فكر حنلقى ريسبونس كبيره جدا جدا, خصوصا انت يعني في الاول انور انه الناس كلها حاسه انه السودان الجديد ده حقها هو حقنا كلنا يعني. بالضبط حقنا الناس, بس
الان قد يكون في lots of initiatives يعني individual initiatives, لكن احنا we need اننا يكون عندنا اليه تلم الناس مع بعضها, بس نشوف how can we approach الوزاره على اساس انه الشغل يكون more مؤسسي than individually done. يعني طبعا احنا نعتبركم انتوا الشامبيون بتوعنا التشينج اللي يفترض ده, وهسي يعني في اكثر من ستيك هولدر موجود داخل الجلسه دي بفضل الله تعالى, وفي برضو زملائنا احنا في مجال الكمبيوتر ساينس والانفورميشن تكنولوجي برضو مستعدين ويلنج لانه تو جوين فورسز ونبدا ذا نيكست يعني ذا نيكست نيو نورمال, يعني ما نقعد نستنى نكون باسيف مستنيه الحاجات تحصل براها او كده. يعني انا كبير عشان كده سالته هل الموضوع ده هيكون توب داون ولا مو وي كان تشامبيون مثلا انديفيديوال يونيفرسيتي, مثلا سي بروف على الدين موجود معنا ممكن نبدا مع كليه الطب على الخرطوم, كليه الطب على الجزيره او اي كليه ثانيه طبيه او صحيه في كل الجامعات في السودان. انا اعتقد انه لا باس من المحاول لانه الناس ماخذين الموضوع اصلا كانه اجازه, بينما كلنا في الخليج ده شغالين يعني بندرس الطلاب وكده وبتاع والمواضيع مش الناس ادابتت مع التشينج. نحن في كثير من الاحيان بنستغرب في انه كيف اصلا الناس قادرين يتقبلوا القصه دي بتاعت انه ما في حاجه حاصله, يعني وهم ناس نوليجبل وناس ليدرز في الكوميونتي وناس اساتذه في الجامعات وكده, كيف ممكن يتقبلوا الموضوع ده زي ما هو؟ طيب في دكتور عبدو محبوب, طيب دكتور عبدو شكله بعيد شوية, دكتور أحمد السيد, دكتور أمر أم ميوت, دكتور أحمد السيد مستر أحمد السيد لأنه هو ميوت أم ميوت, أي لا أنا عامل له أم ميوت من هنا ده, لكن من قبل إحنا في كوميونيكيشن كده برايفتلي في قال هو نيوت زوم. أوكي. فدكتور أحمد السيد ممكن تعمل أم ميوت لنفسك, إحنا عاملين لك أم ميوت من هنا. طيب رأيكم شنو؟ أنا أقوم أعمل أم ميوت لكل الناس, بس أنا بحتفظ بالترتيب هنا بتاع الناس اللي هو عبدو محبوب, أحمد السيد, على الدين محجوب, معاوية البدري. أنا بعمل لكم أم ميوت كلكم, الناس تشارك يعني. لما قال عربي الفاتح افتح الوش فتحه واحده بس الشكل ده الناس شكلها في يعني سوشيال انجيجمنت ثقيله. دخل كده فتحتهم كلهم. اي انا فتحتهم كله يا اخوانا, الجاهز ممكن يتفضل. هو يمكن الحادث مش انا كده العربيه دي. طبعا في يعني كثير من الزملاء والزميلات بيكونوا جديدين للزوم فما بيكونوا يعني اوير بال دكتور يعني اذا ما انا شايف في عدد من الايادي مرفوعه. انا بعمل لهم ام ميوت لكن ما شايف في زول. في دكتور معاويه, دكتور محمد كوكو, ايوه كلهم عامل لهم ام ميوت. دكتور معاويه لو جاهز تفضل. ايوه سامعني؟ ايوه مسموع تفضل. ايوه بس شكرا لاساتذتنا, انا افخر اكون تلميذ لدكتور محمد الحسن طه, دكتور احمد حسن عبد الله. بس في حتة الإي ليرنينج إحنا في تشينج, يعني أنتوا زي ما قلت في المحاضرة يحصل تسويق للتشينج. الإي ليرنينج ممكن يكون الناس شايفينها حاجة هيوج, حاجة لا يمكن تطبيقها. إحنا ما نبدأ خطوات عملية, ممكن أنتوا يعني أنا أقترح ممكن الجمعية السودانية للتعليم الطبي تقترحوا إنكم تعملوا لكم فورم للتعليم الناس الإي ليرنينج, على إنه الإي ليرنينج الناس بعض مرات الريزيستن إنه يقول لك والله أخي هو شنو كيف تابروشي. فلو بقت في خطوات عمليه في التسويق للاي ليرنينج عبر الدكاتره ما شاء الله, يعني هم جمعيه السودانيه للتعليم الطبي تتبنى الاي ليرنينج, تعمل وحدات تاعت اي ليرنينج في الجامعات,
على ان احنا لو جاءها فجأة الوزارة قالت يا جماعة خلاص أضبط الـ e-learning، هل احنا جاهزين تو أضبط الـ e-learning؟ This is a question. فعشان كده نستبغى الوزارة نكون جاهزين حتى لو ما الوزارة أضبطت الـ e-learning في المستقبل حقها مصر لجميع الجامعات السودانية. احنا نستبغ وناخذ الأجر في الجامعات السودانية، كلامي على الموجه لدكاترتي وأساتذتي، انه تكون في خطوات انه كله كليه الطب او كليه علوم صحيه تادبت او وحده او حاجه في يونت لاي ليرنينج يساعدوها انه يدون زي ما نقولوا حته تاع ادفايس، يمشوا لياتو موديل، يمشوا لياتو نوعيه. فدي ده اقتراح يعني. شكرا. شكرا لك معايا. ان شاء الله يعني بقدر امكان ان احنا whatever we can do we are going to do they يعني غادي يكون الان شغلنا مع الدكتور انور في انه to increase the awareness، نرفع ال awareness، لانه حتى كلمه اي ليرنينج نفسها زي ما نقول احنا صرنا خشم بيوت يعني، وكل اي واحد بيتكلم عنها بيكون بيتكلم عنها بالفهم الموجود هو عنده may not fit what is needed. ايوه طيب. في دكتور امير غناوه، امير طالب، كان اخذت سؤال في الفيسبوك لكن شايف واسي دخل هنا ده، فيا ريت دكتور امير، دكتور امير زميل كمبيوتر ساينتست، تفضل يا دكتور امير. طيب السلام عليكم، صوت واضح؟ ايوه واضح. طيب بشكر جميع الزملاء و very interesting topic، كان هذا الطريق الخاص بالchange management أو الـ curriculum development أو الـ e-learning والdistance education. فصراحة مواضيع هاتفة جدا وبتخدم، ويعني هذه هي المواضيع اللي محتاجة حاليا السودان في ظل هذه الجائحة. فأنا يعني أنا أستاذ أصلا مساعد في كلية علوم الحاسب والمعلومات جامعة الإمام، وتخرجت عملت ماجستير ودكتوراه في هندسة البرمجيات في الجامعة الماليزية الأميرية، واشتغلت يعني زي سنة ونص في كمبيوتر مان أستاذ مساعد، وحاليا زي ما ذكرت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويعني لي حاليا سنتين شغال في e-learning و distance education، وعملت كده زي منصة يعني صغيرة جدا كده لكمبيوتر ساينس و IT وإنفورميشن سيستم، فيها الجزء الخاص بالمحاضرات، وحتى المحاضرات لأنه زي ما ذكر بروف علاء إنه فيها يعني في السودان عندنا لوجيستيك بروبلم كثيرة جدا، الإنترنت ما متاح، السمارت فون ما متاح لأغلب الطلاب وهكذا، وفي محاضرات بيتم ربعها وحفظها بالشرح، فهذا الطالب يعني ممكن لو ما حضرها اليوم مباشرة مع الأستاذ ممكن يرجع عليها بعد ساعة ساعتين ثلاثة أربع ساعات، ويعني وقت ما يكون الإنترنت متاح والسمارت فون متاح ويكون يعني كمنصة. عملت تيستينج للمنصة زي ما ذكرت يعني زي ما يقولوا وزي ما قالت حبيبتي يعني الـ IT أو هو كله كليك، فسهل جدا في المعامل وفي الأشياء هذه، لكن طبعا في المعامل بتاع الطب والطلاب لازم يحضر يكون أونلاين، فبيكون المعمل مثلاً أمامه أونلاين، هذول ناس الكيمياء، ناس الأشياء هذه بتحتاج أتراكتيف لاب، والأتراكتيف لاب طبعاً في النظام صعب أو مو صعب يعني، بيحتاج صراحةً يعني شغل وجهد كبير جداً. فأنا عملت يعني تيستينج للنظام 150 طالب، والنظام فيهم محاضرات زي ما ذكرت أونلاين، وفيه أربع أنواع من الأسئلة، وزي ما ذكرت يعني الأسئلة كلها نظرية يعني تعريف صح وخطأ والأشياء هذه، فالأسئلة اللي فيها عملي طبعا صعب إنه النظام يشتغل عليها يعني كله نظري. فحاولت إنه أنا أوسع شوية، وحاليا شغال في GIS الخرط في GIS، فشوية كده يعني يحتاج إنه النظام يكون أتراكتيف أكثر، يعني مثلا تكون خريطة وين موقع ولاية القضارب، تمام، في الخريطة الطالب يدخل هذه، لو كان مثلا في سؤال في الاختبار فالطالب يضغط على الخريطة، هنا يكون شوية كده اتراكتيف وأكثر من إنه فقط يكون منصة للاختبار الاختبار النظري. فده كله ما يتعلق بالإي ليرنينج والديجيتال إدوكيشن، ويعني حاليا شغال عليه، وعندي يعني ثلاثة أوراق علمية في الديجيتال إدوكيشن والإي ليرنينج بيس أون مالتي إيجنت سيستم
الاركتكشر وهذا هو الجزء اللي انا اشتغلت عليه. فانا صراحه يعني حاليا يعني انترستي اكثر فهذا الشيء الحمد لله. ده الجزء الاول. الجزء الثاني في ال في دور ميد الخاص بالكروكلم، وعملت بحث في قبل ثلاثة فصول دراسية، وعملت يعني في استخدام أيضا واحدة من البرامج، وعملت يعني مثلا لا أعرف جودة المغرر، جودة المغرر على حسب محتوى المغرر، على الأوبجكتيف بتاع المغرر، أول أيضا على حسب المخرجات التعليم أو مخرجات المغرر الدراسية. مثلا المغرر ده فيه 11 مخرج دراسي، إنه مثلا عندنا في تقنية المعلومات المغرر مثلا الجزء الأول إنه الطالب مثلا يكون aware of programming language، هل الطالب مثلا بيعرف نوع معين من أنواع البرمجة وهكذا. فعملت assessment لكل الـ 11 learning objective، وبناء على الريزلت عدلت على هذا المقرر، يعني عدلنا على المستوى بتاع المقرر، وفي إضافة بعض التوبكس مثلا تعديل على الريفرنس بتاع المقرر. فجيت في الفصل الدراسي الثاني أيضا عملت نفس الدراسة بعد التعديل على الكونتنت والتعديل على الريفرنس والتكست بوك الخاص بالمقرر. عملت نفس الدراسة هنا حصلت يعني إنه في امبروفمنت في المقرر، حصل امبروفمنت بناء على المخرجات تحت المغرر. فانا كان سؤالي وزي ما كتبت انه في الفيسبوك، هل ممكن استخدم الكوتر تشينج مانجمنت على اساس انه انا اغارق بين الريزلت طلعت بها في البحث الاول وبين الريزلت طلعت بها في البحث الثاني، يعني هل هو سيوتابل ما موديل انه انا مثلا ممكن استخدمه على اساس انه انا اغارق، ومن هنا انا مثلا بحدد بعد في كل المقررات الدراسيه لكل المجالات في كيفية إنه أنا مثلاً ممكن أعدل أو أحسن من جودة المغرر بناءً على مخرجات المغرر. وشكراً جزيلاً وجزاكم الله خير، وشايف أخذتها يعني جزء كبير جداً من الزمن ونسمع من شكراً جزيلاً دكتور أمير. أعتقد إنه السيمينار سلسلة جاية من السيمينارات عن الإي كوريكولوم مش كده؟ أيوة. تفضل تفضل دكتور محمد. طيب بالنسبة للجزئية الأولى من الاقتراح، أولا يعني جزاك الله خير دكتور أمير، ويمكن دي بادرة كويسة، وإن شاء الله الناس يعني في المنصة الآن متاحة من الباحثين السودانيين، الناس تستفيد من كل الخبرات. الآن في الإي ليرنينج كل دولة عندها ظروفها، وحتى موجود في الأدبيات في الليترشر الدول اللي عندها مشاكل في الإمكانيات low and middle income countries، في خيارات كلها مفتوحة للإي ليرنينج. زي ما قلنا في الويبينار الفات، ما بالضرورة الناس تمشي تجاه اللايف ستريمينج أو السينكرونس إي ليرنينج، وزي النظام اللي عملته عند دكتور أمير باعتبار إنه الناس حتى لو عملت ناريشن للباوربوينت سلايد وترسلت للطلبة والطلبة قدروا تأكسس الناريت باوربوينت سلايد وتعلموا منها وكان في أسئلة وفي أي بلاتفورم مستخدم الطلبة أخذوا فيدباك من الفاكولتي كده وكان يشور ذاتهم والله learning now is continuing. يعني ونحن الآن we are working في research، وكان يعني الداتا اللي جات من الريسيرش الآن يعني surprising إنه الطلبة حتى الآن نحن في country هي في well developed setting، الطلبة أغلب الطلبة فضلوا المحاضرة تكون بالنسبة لهم مسجلة وهم تعلموا منها، لكن بيحاجوا regular feedback from their faculty. بالعكس كمان الطلبة هم ما بيفضلوا إنه stay online لفترة طويلة من الزمن، لأنه attention span للطالب عشان يكون موجود في الكمبيوتر لفترة طويلة لغاية الإرهاق. ففي فوائد كثيره جدا، لانه احنا والله ممكن نستخدم الاسينكرونايز موديل خاصه مع مشكله النت ومشكله ربما ما تكون موفره سمارت فون في كل البيت، يعني كان في سمارت فون واحد او اثنين الطلبه ممكن في النهايه
يعالجوا إشكالاتهم لغاية ما أصل للمرحلة تحت إنه نعمل proper need assessment والجامعات تكون تخدم في المسألة دي. بسيط يا محمد، أعتقد إنه واحدة من الأشياء اللي دائما الناس بتفكر فيها إنه وكان ذكر برص على إنه how can we ensure attendance of the students. أيوة إنه الفكرة من attendance conceptually مش هو الوجود الفيزيكالي، إنما هو الوجود الذهني وارتباطه بالمادة المدرس، لأنه إذا هو موجود بيعمل sign في attendance sheet وهو والله في مكان تاني يبقى أساساً أزيف إنه ما حضر. فدين دي نفسها عندها يعني معالجات كثيرة. نحنا الويبنار البعد الجاي حيكون على الكوريكولم ديزاين، البعد حيكون عن الـ engagement of the students. لكن بس بالكلام اللي قاله دكتور أمير إنه برضو في بعض البرامج اللي بتخليك to design a lecture in a way the students should be engaged معها وهي تكون مسجلة. يعني مثلا حاجه الارتكوليت زي الاي سبرينج اللي هي دي اشياء فيري فيري سيمبل، لكن بتخلي الطالب انجيج معك حتى وانت ما موجود. فبالتالي الفكره الاساسيه اللي احنا دايما نتكلم عنها اليوم، التغيير ما هو تغيير بتاع محاضره من فيس تو فيس دايرين نديها اونلاين، انما هو تغيير متكامل بيشمل المفهوم بتاع التعلم والتعليم نفسه، بيفهم بيشمل المفهوم بتاع العلاقة بين الطالب والأستاذ والمؤسسة، بيشمل المفهوم بتاع الأوتكم اللي أنا عاوزه من الطالب والأوتكم الطالب عاوزه مني بحكم احتياجاته هو كجنريشن مختلف، والأوتكم للكوميونيتي. ده إذا ما فكرنا في الموضوع بكل جوانبه دي وفكرنا في إنه والله الموضوع فقط e-learning is part of the change. زي ما قال أسعد COVID-19 هتستمر، yes هتستمر، وحتى لو COVID-19 انتهت اليوم يا جماعة، لو أي واحد فينا طلع إعلان الآن قال والله there is no COVID-19، هل فينا واحد بكرة حيطلع من غير كمامة؟ No. Very simple, okay. But COVID-19 is a turning point. يعني turning point in everything. والeducation part منها. ونحن في السودان we need to capture ال picture دي ونبدأ نشتغل عليها، وإلا هنكون lagging behind. يعني إذا كنا نتكلم عن إنه نحن من البايونير في medical education all over the world، وإنه والله كل الطب جامعة خرطوم فتحت في زمن بدري جدا 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 لما كانت كيتشنر البروفيسور علاء الدين معنا وخرج اعداد كبيره جدا من الناس يشار لهم بالبنان في كل العالم. نحن ما عاوزين بعد الكليات الثانيه الجزيره وجوبا وجوبا الان مشت كل الكليات الموجوده الان، نحن كمان برضو عاوزين نتحرك early on، لكن نتحرك بطريقه very systematic ونتعامل مع المنظومه التعليميه وليست الوحده التدريسيه. أيوة. إذا ما عملنا كده يا جماعة هنجي بعد 4 سنين هنلقى إنه والله عندنا طلاب زمان عملنا لهم change في الاستراكشر ميثود وأمورهم لقدام حصل فيها أي نوع من الجوطة بأي سبب أو تاني. يا جماعة التغيير is not of instructional methods، التغيير هو في المنظومة التعليمية ككل ونظرتنا نحن كإديوكيترز للتعليم، نظرتنا نحن كبروفيشنال إديوكيترز للمجتمع محتاج مننا شنو عشان نطلع له البرودكت بتاعتنا في الكليات. ممتاز جدا جدا. طيب على تجاوز يفر على ايوه دكتور علاء هل موجود؟ السلام عليكم. السلام. صوت مسموع عندكم؟ ايوه تفضل. كيف احوالكم؟ كتر خيرك دكتور محمد ودكتور محمد وانور على الفرصه. يعني انا صراحه عندي زي خمسه نقاط كبيره تحت عناوين صغيره بواقع المعاناه، يعني ما دار اقول كلام نظري كثير، عايز اقول حاجه من
المعاناة. يعني أنا على الدين إبراهيم من وزارة الصحة الاتحادية محط الصحة العامة اللي هو ده بيعنى بالدراسات العليا في مجال الصحة. يعني النقطة الأولى في التشينج اللي هو الكريتين الارجنسي or the need for the change. أنا بفتكر إنه باختصار يعني الحاجة اللي حتنجح هنا إنك تتكلم على الموضوع ده اقتصاديا. وانصر إنك أنت في دولة محتاجة زينا كده قلت لهم والله الحكاية دي بتوفر لهم كده أنا بتأكد لك إنه هنا حيمشوا معك شديد. أي حاجة غير كده أنا أفتكر إنه بتاخذ زمن طويل يعني. الحاجة الثانية بالنسبة للثقافة أنا بتكلم عن المايندسيت بتاع الطالب والمايندسيت بتاع الأستاذ. المايندسيت بتاع الطالب الآن يا إخواننا أنا عملت الحكاية دي في طلاب دراسات عليا طبقت عليهم السبين والإيت كرايتيريا بتاعت الأدلت ليرنرز وأديتهم فيها كويستشنير وجاوبوا لي وهم كلهم طلعوا ما أدلتوا دي الناس شغالين في وزارة الصحة أعمارهم ما بين 35 40 وكده ناس مسؤولين وكبار يعني. فنحن صراحة الطلبة حقنا بحسب السيستم اللي احنا قمنا فيه وأصلا حكاية الحرية والتعلم والمسؤولية دي عندنا فيها ضعف شديد فالطالب نفسه يعتاد على الاسبون فيدينج ونظام الشيت وكده يعني. فالمايند سيت بتاعه هو ذاته عشان يعرف انه والله الان التعلم ده هو عمليه يعني بيقوم بها هو اذا هو ما اراد ان يتعلم فما حيحدث التعلم. فالطالب لازم يفهم الكلام ده يكون مسؤول عشان بعدين احنا لما نديه برزنتيشن ونرجعه للريفرنسز وهاو تو سيرش الليتريتشر وكده ويكون مسؤول يقدر يمشي بورانا يعني ما القصه الا ان احنا نتابعه اللي هو ده اللي بيجيني في المايند سيت بتاع الاستاذ يعني. فأنا أفتكر دي حتة أساسية الناس تشتغل عليها. بالنسبة للأستاذ في كلام كثير صراحة في المايندسيت بتاع الأستاذ. أول حاجة الإي ليرنينج أنا من المعاناة اللي فيها الناس دائما بتمشي للفيديو كونفرنسينج والحياة المتزامنة دي السينكرونايز. أما الإي سينكرونايز دي بخطالك جنبه فأول حاجة محتاجين في هامون يا أخواننا يفهموا الكلام ده لأنه صراحة أغلب الناس دي زي ما صنفونا في الليتريتشر إحنا البيبي بومرز يعني علاقتنا بالتكنولوجيا ضعيفة يعني. فأفتكر التغيير في الفهم ذاته بيحتاج يكون لمجهود كبير يعني. وبالتالي هم محتاجين يفهموا إنه الإيلرنين ما سينكرونايز بس يفهموا إنه الإيسينكرونايز. وأنا أفتكر إنه الرسالة الحق ما تكون كلام إنه والله إحنا دارين نعدل. أنا أفتكر تطلع نسبة في كل تخصص أو مجال تقول والله في مجال كده السينكرونايز كده والإيسينكرونايز كده عشان الناس يكونوا عارفين من أول. أفتكر هذا مجهود علمي مفترض الناس المختصين يقوموا به يعني. فكونه نحن نقول للناس انه ما في سينكرونس ونسكت ما اظن ده بيعمل تغيير يعني. لازم نحسب له النسب عشان نعرف. الحاجه الثانيه في المايند سيت اسسمنت. نحن عندنا الاسسمنت عشان تسقط الطالب ولا عشان شنو انا ما بعرف يعني. الناس بيكونوا عارفين يعني تتابعوا. لكن انا افتكر انه دايرين تشفت المايند سيت بتاع الناس من التعليم اسسمنت for learning. ما الاسسمنت لاي غرض ثاني يعني. الاسسمنت نفسه عشان يجيب التغيير اللي هو دي برضه حترجعني لحكايه الاتندنس زي ما ذكر الدكتور محمد قبل شويه. نحن برضه عندنا الاتندنس يعني الحضور. وافتكر انا عندي انولوجي كده قاعد اقول لهم يا اخوانا نحن وصلنا مرحله يعني انت ما مفروض تقابل زول الا اذا كنت عايز تحضنه لكن دار تشوفه عايز تونس معاه وعايز اي حاجه تسمع صوته كله الان بالتكنولوجيا بتعمله يعني. فحقه حكايه انه نتقابل يعني فيس تو فيس الناس الصراحه محتاجين في. ودي بترجعني للنقطة الثالثة في المايند سيت اللي هو في التيتشنج اند ليرنينج. الأساتذة نفسهم الآن اللي يقابلوا وش ليه وش يعني أي حاجة غير كده يفتكروا دي حاجة ما افكتيف يعني. فنحن حقه برضه يعني منتلي نحن محتاجين صراحة ننتقل للديجيتال ايج ده والديجيتال ايرا يعني ونغير نفسنا من الحاجة المادية التدير اللي نحن ماسكين فيها دي لحاجة نحن فعلا نبقى مجتمع معرفي يعني. ونعظم من إنه إنسان يلاقي إنسان دي حاجة ما سهلة يعني ونعظم منها. فأنت ما بتحتاج له إلا إذا عندك معه حاجة تحتاج لكمية من intense يعني channel of communication يعني. ودي برضو في المايندسيت بتاعت الأساتذة صراحة محتاجة تتغير يعني في teaching and learning في attendance وفي means of delivery بتاعت synchronous والasynchronous. دي حاجة أساسية يعني. النقطة الثالثة اللي هي حكاية التكنولوجيا دي ذكرها كثير لكن يا إخواننا معلش يعني أنا بتكلم بصراحة يعني حكايه التكنولوجيا انه ما في طالب عنده سمارت فون ولا حاجه يعني. احنا عندنا الناس اللي بيكونوا قاعدين بيحرسوا في العمارات عندهم سمارت فون. فدي حكايه انا افتكر ما حد بنتكلم فيها الان نو لونجر. واذا في نفرين ثلاثه اربعه عندهم مشاكل دي اسهل حاجه الناس يحلوها. اسهل حاجه تتحل في البلد دي انك تدي زول سمارت فون. احنا كنا في ما حد قاعدين ندي ناس لابتوبات عادل يعني. ففي كميه من الحتات مبادرات ممكن الناس يشوفوا الناس اللي عندهم مشكله في السمارت فون. اما الانترنت ده يا اخواننا برضو جاي من فهم انه انت لازم تقابل الزول
synchronized ما asynchronous. عشان كده هم بيقول لك المشكلة في النت. أسا أنا عشان أدخل الويبينار حقهم ده أنا قاعد في شرق النيل. نت يعني نت هو نت حق سودانيين. وكمان محجوب. أنا ما قدرت أخش إلا بعد ما فكيت الحجب عملت الفيبي ودخلت بعد ذلك حتى قدرت أخش معاكم. ودي أول مرة بالمناسبة أنا من البيبي بومرز وأول مرة أتعامل كمان في الحكاية دي. لكن سريع جدا قدرت أخش معاكم في المود يعني. فحكاية الإنترنت دي حقه ما تبدأ عذر إطلاقا للناس وحكاية أنه الطلبة ما عندهم الطلبة فايتين أنه فوتان شديد خلاص في حكاية النت دي لما أنت ذات تزهل منهم يعني. فالحاجة الثالثة التغيير بياتو استراتيجية. أنا شايف التغيير بالماس كده صعب في السودان بالذات. أعملوا موديل يعني اختاروا كلية اختاروا زول كده تحسوا إنه هو جاهز وكده أعملوا فيه موديل. السودانيين أصلاً الزول بيفتح محل اتصالات بعد شيء بيفتح الناس جنبه. فأنتوا عملوا موديل في كلية الباقين بتابعوهم يعني. لكن إذا افتكر الحكاية خليتوها عايمة كده احتمال ضعيف جداً الناس يحققوا نجاح. فأنا افتكر دي لما تقدم دائماً التغيير بالنموذج ده بيكون تغيير فعال جداً يعني. افتكر دي النقاط الاساسيه. الحاجه ايوه الحاجه المهمه في الـ في الـ في الـ في التغير بتاع الستاف نفسه في التيشن اللي هي الكور كومبتنسز دي. اخواننا انا ما في النهايه داير اطلع الطالب بكور كومبتنسز داير اتاكد انه هو بيعملها مش داير اسقطه عشان ما يعملها. لا انا داير اتاكد انه هو بيقدر يعمل الكور كومبتنسز دي. انا افتكر في المناهج الحكايه دي ما مصوغه بصياغه واضحه. أنا خليه أول حاجة تعملوه أمسح المناهج يشوفوا هل في core competencies مكتوبة بطريقة واضحة جداً it can be يعني زول يقيسة can be measured عشان أنا أخذ على against means of assessment or not. دي حاجة أفتكر إنها محتاجة مجهود ودي ممكن تتعامل بالتوازي مع باقي الحاجات يعني. أحتاج إلى الزول يقعد يعني يعمل لها حاجة براه ويجيب الناس عليها. ممكن الناس يقعدوا يشتغلوا فيها شغل ويشوفوا المناهج وبعدين في النهاية يقدر يطلعوا بحاجة يدوها للناس ويقول لهم والله إحنا الآن شفنا الحكاية ولدينا ده المواقف الموجودة فيها وكده وكده. وبعد ذلك الناس إن شاء الله بتقدر تعمل بتقدر يعني تجد الصخرة الكبيرة بتاعت الإيرلرنينج في السودان يعني. وأنا أفتكر إنه زي ما قال محمد الكوفيد 19 ده فرصة حتى ولو ما كنا حنلبس كمامات يعني. أنا ما بحب الحكاية دي لكن أفتكر إنه فرصة إنه الناس فعلا بعد ذلك تمشي في الاتجاه ده. لأنه نحن مثلا في محدنا ده كان فيه إمكانيات القروش كانت متاحة وأنا كنت مسؤول منها. ما في زول طلب من الطلب لحاجة إلا نفست عليه وأصلا ما تأخرت. بس أتأكد من الحاجة العلمية. لكن بلقى المعرفة عند الناس والاستعدادات والسكيلز عشان إنهم تدو الحاجات ضعيف جدا. بالتالي بنقعد لحد ما بنتم سنة وسنتين وثلاث سنة وصراحة ما بنتقدم ولا خطوة. فهي الحكاية صراحة في عقول الناس المسؤولين سواء كان الهيدس يعني الناس الأساتذة أو الإداريين نفسهم في المؤسسات التعليمية محتاجين شغل كثير في الحتة دي. فأنا أفتكر برضو دي من الحزم اللي تتكلم عشان زي ما قال محمد الكلام عن السيستم كله ما بيتكلم عن 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 سيشن ولا نتكلم عن حاجة تبي ديليفرت يعني. وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا ما شاء الله والله نقاط يعني وافية كافية. وبعدين قلت لك أبو استمين شرق النيل والله ما عندك عوجة يا دكتور. طيب دكتور معاذ البدري على أنا فكر إنه يعني كل نقطة من دي إذا specific webinars يعني هاي الناس تتناقش. نعم تمام كتر خير شكرا لك الله يبارك فيك دكتور معاوير بدري. هفتوك ما سوري احتمالا هنا معلق عندي في السيستم لكن لو كومنت بس يعني شكرا على الويبينار الرائع ده يعني. الله يديك العافية حبيبي. شكرا. طيب دكتور عبدو محبوب مرة ثانية دكتور عبدو. دكتور السيد. دكتور السيد برضو. أيوة معاكم هاي. موجود. طيب السلام عليكم أول حاجة شكرا جزيلا للمحاضرة الجميلة دي. أنا اسمي دكتور أحمد سيد أحمد. أنا الاستشاري بتاع جراحة قلب. لكن يعني دائما اللي مدي ما تخصصنا ده واقف. فأنا دائما بقول أنا بتاع كمبيوتر. أنا عامل يعني كان مفروض الماستر لكن ما تميت. عندي دبلومة of health informatics قبل 10 سنين كده من جامعة باط في بريطانيا. عشان كده حكاية الـ e-learning دي شغالين فيها بطريقة ما من زمانك.
والحقيقة بس يعني كومنتس كده عشان بس الناس تستهدفه ونشوف هنمشي لقدام كيف. أول حاجة الوزارة شغالة، الوزارة شغالة مع 6 جامعات معلومات. نحن أنا في جامعة الزعيم الأسري مدير مركز البحوث الصحية هناك لدي، طلبنا عن طريق المدير بتاعنا إنه ندخل نحن معهم، وللأسف قالوا 6 ديلة نحن اخترناهم ليه بطريقة معينة وشغالين معهم بروفيسور سامي شريف. ونحن قمنا وريناهم ده يعني نحن شغالين لنا 3 شهور، لنا 5 شغالين بطريقة الاسينكرونزية، حصل لنا 6 شهور الحمد لله قبل الكوفيد دي ابتدينا في حكاية السينكرونزية وضمونا معاكم. المهم المشاورات جارية معهم حصل، هم بصراحة نحن قالوا لنا ناس الاي تي بتاعنا مش مقابلون، وقالوا لنا ما شايفين حاجة كثيرة هون بهناك، ونحن مستمرين في حاجتنا برانا دي. والحقيقة بس أنا عشان أوريكم الباك جراوند، قبل سنتين نحن عملنا دراسة الديجيتال ليترسي وسط الطلبة كويس. يمكن السامبل سايز بتاعتنا كان 270 6 كليات، 3 أدبية نسميها و3 صحية كانت علمية. السمارت فون بنتريشن أصلا ما مشكلة يا جماعة، زي يمكن قال الأخ اللي تكلم قبلي يعني it is solvable، لكن نوريكم البنتريشن وسط الطلبة بتاعنا الكليات الصحية عموما بتراوح بين 80 to 95%. 95% ده في كلية الطب عندنا. المهم ديك الدراسة عملناها وحننشرها حسي قريب، لكن صوالي ابتدينا بعدها في بايلوت انه دارين نعمل السينكرونس ليرنينج. انا حقيقة بدرس في قسم الجراحة وكذلك بدرس الكورسات تبع البروفيشناليزم، حسي شغالين في الجراحة، اخترنا الجراحة لانه انا بدرس في الجراحة لانه جراح قلب ما بدرسهم كلينيكال، فدرسهم البيسك نوليدج. فعاملين واحدة من الحاجات اللي بنبه لها هنا يا جماعة، حاسين احنا شغالين بالزوم، فالزوم ده يمكن زي ما تفضل برضه الاخ اللي قبليه ده بيشتغل بالفي بي ان كويس، لانه محظور في السودان. نحن عملنا المسح بتاعنا في زي 17-18 ديفرنت ابلكيشنز، جوجل عندها، مايكروسوفت تيم عندها ديفرنت ابلكيشنز. نحن الحاجه اللي اخترناها وشغالين بها حسي حاجه اسمها جيت سي ام بي، انا برسل لكم حسي جيت سي ام بي. دي از ان اوبن سورس زي المودول كده، اتس ان اوبن سورس ابلكيشن. الباندويتس اللي تحتاجها أقل كثير جداً من زوم، وأنا عندي أنا بعمل أكسس عن طريق الولايات المتحدة لأنه عندي شغل كثير جداً مع جامعات هناك. عملنا حتى الباندويت بريتريشن، لقينا جيت سي ميد أحسن واحد لنا، مع أنه في 10 سوفتوير زيه فري أوبن سورس سوفتوير بيشتغل. They're not as nice as Zoom البلز and whistles زي ما بقوله، لكن it's very adequate. وطوالي ابتدينا قبل شهرين عملنا البايلوت صغيرون بتاعنا في 50 طالب في قسم الجراحة عشان ندرسهم البيسكس اوف سيرجري. البيسكس اوف سيرجري كلها نوليدج كويس، وحسي شغالين بكره الصبح للاسف الشديد على المحاضرات 6 صباحا، لانه الطلبه اتفقوا ده احسن وقت هم بيستطيعوا فيه تو اكسس الانترنت. لكن احنا ماشيين في حكايه الانترنت دي كيف نحلها. والليله كان عندنا اجتماع طويل جدا مع نازين، وعلى فكره في شركات تانية، شركات اي تي في السودان شغالة، وفي ناس حاسة عندهم تجربة في 5 مدارس، وعندنا اتفاقين مع وزارة التعليم العام كويس. فنحن we have to hurry. انا مقترحي شنو very simple، نحن حاسة it's very nice دينايا، واستفدت انا جدا من المحاضرة بتاعت الليلة دي كويس، انه how وغير في نظرتي في change management اللي هي نحن حاسة شغالة. عندنا لجنة في الجامعة بنجتمع عن طريق جيت سي ميت وعن طريق الواتساب وماشين. واكبر عقبه بالنسبه لنا على فكره الريزيستنس تشين هم الاساتذه، كيف الاساتذه يغيروا. لكن اصرينا من ضمن البايلوت بتاعتنا دي عايزين نعرف انه يعني زي ما قلت الاتنشن سبان، لقينا الاتنشن سبان بتاع الطلبه يعني حاجه شفناها حسي الاتنشن سبان بتاعهم اكشلي اي نعم ما بيفوت الساعه كويس باي اني مينز اوف ذا سوشن، لكن عندهم حاجه ثانيه انه الانتراكشن بتاعتهم كثير جدا. عشان كده انا زي المحاضره اللي كنت بديها في الكلاس 60 سلايد عشان تقدري ساعة كويس، حسي قللتها هنا ل 30. وانا على فكرة نحن طريقة التدريسين على الأقل بدي المحاضرة للطلبة قبلها بأسبوع، وبعدين I nominate a group هم يدرسوا وانا المنتر، وبعدين طريقة التدريس لازم تكون انتراكتف، هم بذاتهم يكونوا زي specialist في الشغلانية في الشوك مثلا، وطريقة المحاضرة انه يسألوا غيرهم what is the definition of shock، الفصل كله لازم يكونوا قارئة. لكن 7 المحضرين ديلا هم الاكسبرتس في الشغلانية، وانا الريفرنس بس بقعد بعلق لهم حاجات لا والله دي كده فهم كلها غيروا شوية. ف
ومصرين نحن على حكايه السينكرونس دي بصراحه كده، لانه من الاستدي الاولى بتاعتنا والبايلوت حسي البري بايلوت ستدي اللي عملناه دي، وي دونت ثينك اتس جاست ا ماتر اوف نوليدج اند سكيلز، والسكيلز دي لسه حنجيها في مرحله جايه، لكن وي ثينك وات وي هاف تو تشينج في الطلبه بتاعتنا هنا هي الاتيتيود بتاعهم، هاو تو ورك ان تيم، هاو تو انتراكت، السوشيال سكيلز زي ما بقول، السوفت سكيلز اللي هي دي شايفين نحن بنفتقدها كتير جدا، ودي انا افتكر من مشاكلنا الكبيره. وي دونت ثينك اني جرادويت اوف ميديسن هاز ا بروبلم ان نوليدج اند سكيلز، لكن من المشاكل اللي بتجي بالشكاوى الكثيره دي اور مين بروبلم از الاتيتيود. عشان كده اصرينا ان احنا حكايه سينكرس، وعلى فكره يمكن جواب بروف علاء ديك احنا شغالين في انه نغير السيستم بتاعنا في الجامعه، انه الحضور معناه يا تحضر الليكشر يا في خلال 72 ساعه تحضرها اسينكرونس، يعني خاطين انه في ناس ما حيقدروا يحضروا فور وات ايفر ريزن. حس دينا حس ان البايلوت دي بيحضروا بين 30-50%، لانه في ناس الساعه 6 صباحا يقول لك ما بنقدر عليها عادي، ما بنقدر عليها مع رمضان وكده، هي اول النت عندنا في منطقتنا بيكون كعب جدا، نحن مسجله ونحن بنرغبك على فكره حتدخل عن طريق ويب سايت الجامعه، حنشوف انت خلال 72 ساعه حضرتها ولا لا. لو حضرتها لايف او حضرتها مسجله 72 ساعه بنعتبر حاضر، حنضطر نغير اللوائح بتاعتنا في الجامعه عشان نعمل الشغلانيه دي. النقطه الاخيره بس داري اقولها يا جماعه، في ناس شغالين انا ما بقدر اقولهم، لانه انا ذاتي عندي اتصالات معهم في انه نتعاون مع بعض كيف، وهم قال لي يا اخي ده سيكريت وما تطلعوا لنا برا. ناس في جهات كده كبيره شغالين في الشغلانيه دي، وبصراحه كده يا لما نتكلم عن شغلهم هم يعني في كوميرشال اسبيكت كويس. نحن لو ما نطينا في الحكايه دي من بدري، التعليم ده انا زي ما قلت اتس نوت جاست كونفينج النوليدج اند سكيلز، نحن وي هاف انذر ثينج which is ال زي ما قلت السوشيال انتراكتيفيتي دي والاتيتيود دي، بنعلمها نحن لطلبتنا. لو دخلوا فيها ناس كوميرشال حنضطر ما حيهتموا بالجانب ده وحنفقدوا كثير جدا جدا. وعندي تجربه بس حاجه اخيره، يعني الليله اتفقت مع الطلبه البدرسين البروفيشناليزم دي اللي حنبتدينهم بعد العيد طوالي دي حوالي 200 واحد، وانا اديكم فكره عن البروفيشناليزم بتاعتنا، وحس اللي قلت لها خلاص هاو ام اي جوينت تو كوم، لانه البروفيشناليزم 50% اوف ات is attitude. انا دي بعلمهم من ضمن الحياه ديبيت، نعمل مناظره، يعني بديهم توبيك كده هي غريب جدا، جاتك واحده حامل في وانت طبيب ودائر عمليه مستعجله، وقلت لها جيبي زوجك معاك، قالت لك انا ما متزوجه، هتعمل شنو؟ هتبلغ عنها ولا هتعالجها؟ دي الاثكس بتاعت الميديسن كده، دي الكالتشر هنا كده، ديبيت الشغلانيه دي، اثنين بالجنب دي واثنين بالجنب دي. مين حس انا كلمت الطلبه؟ هتسجل دي فيديوز قبل دي التوبكس بتاعتكم، اثنين برو اثنين against. We do not want to test you in your knowledge. نحن we are just testing you in the presentation skills. مفهوم؟ Do you maintain eye contact؟ هل eye contact دي نحن ديلا؟ انت ديل الكاميرا دي عمل الفيديو دي كده. لما بنعمل live في الفصل سهلة، لكن لما حنعمل دي قلنا انت عندك فرصة سجل الحكاية دي في الفيديو كذا مرة، لما في النهاية تشوف انه انت الغيته بطريقه كويسه، عشان we judge you on knowledge. We don't care which side of the argument wins. We just want to see your professionalism, your communication skills and so on. معلش اطلت عليكم، لكن كتر خيركم. انا افتكر كانت a very nice lecture and I think I really benefited from it. شكرا جزيلا دكتور السيد. شكرا جزيلا. اي نعم، انا جاي زي ولا سهر، طبعا عندي معاه علاقه وتاريخ، يعني كنت assistant professor في الكمبيوتر ساينس في 2011-2012، ودكتور نصر الدين اللي هو من الشؤون العلمية حاليا هو دفعتي في كوريا، عملنا البي اتش دي هناك سوا، ودكتور الوليد صديق وزميل وكذا. فنتمنى انهم في المرة الجاية برضو يكونوا موجودين في الويبينار داير. بس معلش للأسف بس أقول لكم حاجة، طبعا there is another meeting، عشان كده عبد المنعم سهل انسحب. نعم. في another meeting going on at the same time. طيب يا ريت اكتبوا لنا ايميلاتكم ورقم الواتساب بتاعكم هنا في الشات، الشات نحن بنحفظه بعدين، على اساس انه نحن ممكن نعمل جروب بتاع واتساب يكون فيه الناس تو كونتينيو الكوميونيكيشن ده، ما يكون بس كلام هنا في الزوم ويتفرجنا ثاني يوم نتلاقى. فارسلوا لنا اي واحد يكتب ايميل والواتساب بتاعه في الشات، ودي بقدر انا بعدين تو كولكتد بعد الويبينار. شكرا جزيلا دكتور. تفضل يا احمد حسن. انا والله سعيد جدا بانه اسمع التجارب الناجحه يعني من مستر احمد السيد.
حقيقة التجارب الناجحة دي بتكون دافع كبير جدا لأنه الناس تعمل حاجة كويسة. ويمكن ده الموديل اللي كان بتكلم عنه قبيل دكتور علاء الدين. الحاجة المهمة جدا اللي أشار لها يمكن في كلامه مستر أحمد السيد إنه الإي ليرنينج إز نوت أباوت تكنولوجي. في مسائل كثيرة جدا مرتبطة بالإي ليرنينج، المسائل تحت الإنجاجمنت، وإن شاء الله حنتكلم عنها في سيشن ثاني. يمكن ما حب أطيل على الناس لأنه إحنا almost we take we took ساعتين بالضبط، هو المواعيد بتاعتنا ساعتين هو الحدة بتاعة النقاش، وأنا ما شايف أي زول تاني رافع يده. أيوة، فأنا أفتكر إنه بإذن الله إحنا مع بعض قادرين بإذن الله إنه نعمل تغيير إيجابي، وقادرين مع إن شاء الله يعني continue learning ونصل لنتائج تكون مرضية لبلدنا ومرضية لطلابنا بإذن الله تعالى. ان شاء الله الله يديكم الصحه والعافيه. شاكر جدا ومقدر يعني كل الحضور اساتذتنا الاجلاء والزملاء، وان شاء الله يعني مع بعض حنكون يعني صناع التغيير الايجابي للبلد باذن الله تعالى. وانا احنا برضه سعيدين طبعا بمجموعه الباحثين السودانيين انه هسه بيحصل يعني زي يقولوا كروس ديسيبلري وملتي ديسيبلري انتراكشن بيننا كاساتذه، كلنا اعضاء هيئه التدريس في جامعات مختلفه في اقسام مختلفه، فحيكون ان شاء الله ماشيين في اتجاه هوليستيك يعني ابروش للحلول زي ما تفضل دكتور محمد الحسن سابقا. طيب في ختام الجلسه يا اخواننا نشكر دكتورين العزيزين دكتور محمد حسن عبد الله ودكتور محمد حسن محمد طه على التقديم الرائع جدا، ونشكركم جميعا على الدسكشن البروفات والاساتذه والمسترات الموجودين داخل الجلسه، وكذلك الناس اللي كانوا متابعين عبر الفيسبوك في مجموعه الباحثين السودانيين. ده الجزء الثاني من سلسله فيها خمسه محاضرات ان شاء الله وخمسه موضوعات مختلفه. الموضوع الجاي ان شاء الله محمد حسن حيكون عن E-curriculum development. ونتمنى إنه الناس تستفيد منه وبرضو تيجي تناقش وتساهم في إسرائه. نشكركم جميعا على الإصغاء والتفاعل. وفي دكتورة شفق معلش رابع يد، أتفضل يا دكتورة. شفق على وشك يعني. سوري دكتور أنا دفعت خطأ ساي، آسفة جدا. لا ولا يهمك، بركة سمعنا صوتك. آسفة آسفة. شكرا، الله يبارك فيك. فنحن إن شاء الله شباب حنواصل يعني السلسلة بتاعتنا عبر مجموعة الباحثين السودانيين. نشوفكم إن شاء الله في السيمينار الجاي اللي هو موافق 1 يونيو 2020 إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. حقيقة كلمة كبيرة إنه نحن بنعتبر نفسنا يعني جزء من أشياء كثيرة شغالة زي ما قال دكتور أحمد، لكن أتمنى إنه تجي اللحظة إن نكون كلنا شغالين مع بعض، عشان يعني لو كل ما الناس تجمعت مع بعض كل ما كان البرودكت أحسن. وإن شاء الله نحن موجودين والناس موجودة وربنا يلمنا على خير، وكل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. وأنت طيب، يديك العافية. طيب السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.